بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. لما تمشي باصولها ابراهيم. اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بك اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقه 808 من ملك وكتابه. لما تمشي باصولها ازاي؟ لما تمشي باصولها يحصل اللي حصل الاسبوع ده. لما تمشي باصولها يستعيد الاهلي مستواه ويتمتع بدعم جماهيره، ولعبته تعرف ان هي وجماهير جزء واحد، والرساله توصل للجميع ان الاهلي فوق جميع ابنائه، وان يحصل اللحمه بين الاداره والجماهير والاعضاء واللاعبين، يحصل اللي حصل، يفوز الاهلي ويتصدر بجداره. ده كلام مهم جدا في حلقه ايضا اكثر اهميه، وهذه ابرز عناوينها. مقالي ومقاله في حدود المسموح. الغربال ورغم كده هنجاوبك، لكن بعظمة لسانه كده رضا. والشموع الحمراء عن علي باشا الشمسي. وفي أسرار الملك سعيد أبو النور. ومجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة. لكن أنت شايف لما تمشي بأصولها إزاي؟ لما تمشي بأصولها يحصل كده، يحصل أن ندي العيش لخباز، يحصل ناسق في كل في مكانه، الجهاز الفني هو صاحب القرار، الجهاز الفني صاحب الرؤية، الجهاز الفني من حقه يتخذ من القرارات ما يراه صائبا، الجهاز الفني اللي عمل بالقطعة، اللعيبة اللي وثقنا فيها حققت لنا من الإنجازات أصعبها وحطتنا على مصاف الأندية العالمية وساهمت بقدر كبير في هذه الإنجازات، ما يتسحبش منها الثقة تباعا. مش جمهورنا اللي يترصد اللعيبة، حتى لو بعضهم صادفوا سوء بخت ويعني انخفاض في منحنى المستوى، نفضل جنبه ونوقفه على حيله. تمشي بأصولها لما اللعيبة تدرك ان مفيش حد اهم في كرة القدم من الجماهير. وتاني هقولها، الجماهير هي اهم عنصر من عناصر اللعبة، لان من اجلهم تلعب الكرة، ولكنهم ليسوا متخذي القرارات. الكل يعمل من اجلهم يا استاذ ابراهيم، ومن اجل اسعادهم. ايوه، وهنا نرى لقطه بتاعت قفشه النهارده، وهقول لك ليه اللقطه دي مهمه. لقطه قفشه النهارده يا جماعه لقطه الاسبوع، هنشوفها لانه دي لقطه الاسبوع. قفشه راح وسجل وفك لوغاريتم المباراه المقفوله، ثم اللقطه دي لا استنوا عمال كل اللي روح له يقول له استنوا، راح بالفانيلا للجمهور على راسي من فوق، فانيلة الاهلي والجمهور على راسي من فوق، ليكوا كلكوا ومع الحب بقى. انت شفت دي لقطة الاسبوع، ايه اللي فيها؟ بتلخص المشهد كله. ايوه، عاتبنا قفشه على الباد انرجي والطاقه السلبيه اللي عايش فيها، ووصلته انه يعني ياخد على خاطره من الجمهور ويعبر عن عدم رضاه. وقلنا يا جماعه الجمهور ده له الحق، كل حق ان يغضب وان يتساءل وان يدفع وان يدعم. ايوه، اللقطه دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك النهارده شوف قفشه بيندفع في مركز راس الحربه. ايوه، عايز يجيب جون عشان يعمل اللقطه دي. ايوه، عشان يقول للناس والله ما كان قصدي غير ان احطكم على دماغي من فوق. حتى لو زعلان شويه استحملوني، لكن في الاصل والاساس الاهلي فوق جميعنا، وحط الفانيلا على راسه من فوق. ايوه، هي لقطه بتدلك على التغيير الذي حدث زي ما اقول في اجواء الفريق، في اوضه اللبس. هتلاقي بقى يتواكب مع اللقطه دي ايه؟ فوقان السوليه، فوقان هاني، فوقان
معظم اللعيبه كويس. احمد عبد القادر بدا يستعيد توظيف مهارته لصالح الفريق، لسه حته لعمال هيبقى في حته تانيه خالص. احمد عبد القادر دي اللقطه اللي معبره التي تلخص الامور، واللي تخليني اقول لك لما تمشي باصولها الاهلي يقعد في مكانته، وكل الجمهور وقف مع النادي الاهلي يا ابراهيم لادراكه ان الاهلي ملوش غيره. ايوه. وان ده مش التوقيت اللي ننظر فيه بيه على بعض. ايوه. لخطوره الموقف والمشهد العام. ايوه. ان محدش جنبك فعلا ها؟ ايوه. غير جمهورك. ايوه. وانت بتبذل جهدك. لما هتشوف حتى مجريات الامور في يعني بص يا استاذ ابراهيم، ولو انك كان عارف انك مش هتعدي الليله دي من غير ما برضه تنبش وتضغط عليا، هجيلك طبعا. لا بس انا عايز اقول لك حاجه في الاول. لما تلاقي ان الجمهور يتصور ان كل اسئلته وكل ترشيحاته وكل طلباته ما كانتش واصله، وبعدين يقول لك شفت بقى المجلس استجاب للجماهير، هو المجلس عايش هم الجماهير وواصل القرارات دي سواء الجماهير اتكلمت فيها ولا لا، لكنه في الاخر من اجل الجماهير. ده كان قرار او لقطه الاسبوع من قفشه. ويا جماعه قفشه لعيب مهم زي ما كل لعيب الاهلي. على فكره ابراهيم كل ما اتكلم بيستعجلني فبكلفت شويه كلام، بس عشان بتبقى ترتيب الفقره يعني هما بيكلمونا على انه في كلام لقفشه. يعني لعيب مؤثر جدا جدا، لعيب في مركزه كمان مهم جدا، عنده كتير قوي يديه ده بالتاكيد. الفتره اللي فاتت اي لعيب في الدنيا بيمر بمنحنى صعود وهبوط، اي لعيب في الدنيا، لكن الفكره في الفوقان وسرعه الفوقان. قفشه لعيب دولي بلا شك، لعيب اداؤه حتى في الملعب كواحد صانع لعب، احنا دايما بنقول ان ده الفتيس بتاع الفريق. طول ما انت عندك اللاعب 10 ده مؤثر جدا، ناقل السرعات جدا، هو ناقل السرعات، هو اللي واخد من تحت لفوق. ليك انت تعبيرات كده. ده فتيس الفريق بجد، هو ده ناقل حركه الفريق. فنتمنى انه يفضل دايما في الفوقان ده ويفضل دايما في التاثير هو وكل زمايله. حد يقول لي ايه القرار اللي خده ديانج ده والنبي؟ الاهلي فكر فيه. لا جون ديانج بقى ده حكايه تانيه خالص بصراحه، ده المتعه. شوف بقى ديانج، لا ازاي فكر في القرار ده؟ الموقف ما كانش بيدي هذا الحل. بصوا بقى يعني السعاده اللي بين الجهاز الفني، لانه الحقيقه جون حلو، جون فيه شغل كتير وشغل كبير وابتكار وابتكار من لاعب الحقيقه الجمهور بيحبه وكل الناس بتقدره. يعني يمشي المسافه دي وكل اللي قابله تعالى روح، تعالى روح انت كمان. هو هدف مارادوني لكن ما فيهوش غش. بص بالظبط ما شاء الله، ده هدف الاسبوع. يعني ده هدف الاسبوع ولقطه قفشه لقطه الاسبوع. انت عارف قفشه ده هو ده قفشه اللي احنا عايزينه. ليه قفشه ديانج خد مان اوف ذا ماتش؟ ديانج خد مان اوف ذا ماتش، مان اوف ذا ليج. اوف ذا ليج صحيح، لانه ما شاء الله عليه. قفشه انت كنت بتقول ماله؟ لا قفشه دي اللقطه اللي انا عايز اشوف فيها لعيبه الاهلي كلهم. ايوه. ادراكهم ان اسعاد الجمهور هو الغايه. ايوه. وان الجمهور لما بيتقل علينا شويه كلنا. ايوه. انا وانت على فكره احنا بنشوف عجب مجرد لكن بنديهم الحق خلاص. هو مش يعني اللحظه اللي هم عايشينها. أيوة. مش زي ما احنا كمسؤولين بنترجمها. احنا غصب عننا بنبتلع غضبنا وزعلنا وترجمه الى عمل علاجي. يعني احنا مطلوب مننا مش نغضب، نحل. ايوه. هم من حقهم يغضبوا ويستنوا الحلول بتاعه المسؤولين. فاحنا واللعيبه كل الناس الجمهور على دماغنا من فوق، بس كل واحد في حتته. طيب نتائج النهارده كانت الاهلي فاز على انبي 2-0 الاسبوع ال 12 زي ما انتم شايفين ديانج وقفشه، والزمالك اتعادل مع الداخليه 1-1، وتعادل الزمالك في الوقت البديل عن الوقت البديل بكورنر حلال بضربه ركنيه حلال قوي.
يعني لو جبناها تشوفوا ان هي مش كورنر واتحسبت كورنر. ما علينا، السبت ان شاء الله بيراميدز مع غزل المحله، المصري مع الاتحاد، سيراميكا مع فيوتشر، ويوم الاحد حرس الحدود مع الاسماعيلي، والبنك الاهلي مع اسوان، وسموحه مع فاركو، وطلائع الجيش مع المقاولين. دلوقتي الجدول، الاهلي 30 نقطه، الزمالك 25، وفيوتشر 23. فيوتشر هيلعب مع سيراميكا كليوباترا، فيوتشر عنده فرصه انه يحتل الوصافه. لو فيوتشر كسب سيراميكا كليوباترا يوم السبت يتراجع الزمالك للمركز الثالث ب 25 نقطه، ويقفز فيوتشر للوصافه ب 26 نقطه. بيراميدز عنده 20 نقطه، والاسماعيلي مازال في المركز ال 17 او الاخير، لان هو وحرس الحدود متساويين في 7 نقاط. بمناسبه الاسماعيلي، اذا كانت لقطه الاسبوع لقطه قفشه، حدث الاسبوع له علاقه بطبيعه العلاقه الجميله بين الاهلي والاسماعيلي ونجوم الاهلي والاسماعيلي. كابتن عماد سليمان نجم الاسماعيليه الجميل واللاعب الدولي المحبوب بيجوز ابنه محمد، بنقول له الف 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 مبروك، لكن اختار انه اللي يكونوا شهود على كتب الكتاب كابتن الخطيب والكابتن علي ابو جريشه. شوف يا كابتن ابراهيم، دول مش شهود على كتب كتاب، دول شهود على العلاقه بين الاهلي والاسماعيلي. ايوه، شهود على ادراك نجوم الاسماعيلي ان العلاقه الطبيعيه يجب ان تكون هي الاهلي والاسماعيلي. ايوه، مش اولئك الذين شوهوها وسرقوا هذه العلاقه. ده محمد عماد سليمان وعروسه، ربنا يهنيهم ويفرحهم ويمتعك باحفادهم يا كابتن عمر. بس عماد سليمان فرود جامد، يعني جايب فرودين الخطيب وعلي ابو جريش. لا طبعا. ده يعني ما شاء الله، يعني ده كابتن علي ابو جريشه وده كابتن محمود الخطيب، وهي دي يا جماعه فعلا العلاقه الحقيقيه والجميله والطبيعيه اللي بين النجوم الكبار وبين الاهلي والاسماعيلي. لكن باستمرار تجد العلاقه الاخرين اللي بيحاولوا ينفخوا فيها باستمرار، كل كلمه بتتقال مردود عليها بألف كلمه، وكل واقعه بتتقال مزيفه ومزوره. لكن بنقول لمحمد عماد سليمان ولكابتن عماد سليمان ألف ألف مبروك. طيب، ده كان أبرز ما لدينا. وأنا هقول لكم سريعا، اتحاد الكرة كان أخذ قرارات، لكن بمناسبة اتحاد الكرة وقراراته عايزين نعزي الكابتن عامر حسين. كابتن عامر حسين بنعزيه في وفاة حماه رحمة الله عليه الكابتن طاهر البدوي، واحد من نجوم كرة السلة الإسكندرانية واللينج بالاتحاد ومنتخب مصر، ومن أسرة كلها سلوية، حتى الحرم أيضا لعيبة كرة سلة الدكتورة علياء، وأسرة كلها سلوية. فبنقول للكابتن عامر حسين البقاء والدوام لله، وربنا يتغمد الفقيد بواسع رحمته وله ولأسرته، الدعاء بالصبر والسلوان إن شاء الله. طبعا يعني، وأنا عارف إن الثلاث أيام اللي فاتوا دول فاتوا بصعوبة، لأنه الحاج كان عامر منقسم بين مسؤولياته الاجتماعية تجاه أسرته بشكل مباشر، ومسؤوليته تجاه الأسرة الكبيرة بتاعت أسرة كرة القدم. فربنا يديله الصحة، وعزائنا للسيدة حرمه وليه. البقاء والدوام لله. الآن الأهلي يعلن أيضا ضم خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة لمدة 6 شهور. في فيديو لخالد عبد الفتاح، ليه 6 شهور؟ هنشوف بعد ما نشوف فيديو خالد عبد الفتاح بإعلان ضمه للأهلي رسميا. ده خالد عبد الفتاح ظهير سموحة المنتقل للأهلي، لكن تبقى ضربة البداية. مقالي ومقاله في حدود المسموح، بسأل المهندس عدلي أو حاولت أتزكى عليه وإحنا داخلين على الهواء على طول، هتقول لنا حاجة على الصفقات واللي حاصل فيها ولا لا؟ قال لي في حدود المسموح. قلت له هو ده العنوان، في حدود المسموح. مبدئيا الصفحة الرسمية للنادي بتعلن ضم خالد عبد الفتاح 6 شهور، ليه؟ قول لي. هو شوف، هو أنت بعد إصابة كابتن أكرم، أنت محتاج ظهير أمان. أي، و
وعايزه بسرعه عشان تطالع على كاس العالم للانديه. ايوه. وانت بتتفاوض كريم فؤاد اصيب، اصبح لا مناص من انك انت ممكن تجيب اثنين كمان مش واحد، واحنا كان عندنا ظهير اخر هنحتفظ باسمه دلوقتي، لكن ظروفنا دي لم تسمح بانه هو يدولنا، وهو يعني واحد من ابرز اللعيبه في مركزه. الباك رايت بقى. ومن عائله اهلاويه يعني كان ليها يعني جوه النادي الاهلي مراكز يعني. تمام. فانما المتاح وده كان يعني المفاضله يدا المتاح طبعا اللي قدرنا، وده نتيجه التعاون المثمر المستمر بيننا وبين سموحه والمهندس فرج عامر. كويس. هي الصفقه 6 شهور اوبشن تو باي. مع حق الشراء النهائي برقم محدد. ايوه. تم الاتفاق عليه. وهم هياخدوا مننا لعيبه منهم حد بنفس الشروط دي. بالنسبه لزياد سنه ونص اعاره، وحق الاهلي في استرداده، بس يعني طول ما الاهلي مش مزنوق هيسيبه. هنخش بقى في الحته استاذ ابراهيم اللي كنت انا وانت يعني زياد طارق اعاره سنه ونص. سنه ونص. وتقدر ترجعه لو عايز قبل بالاتفاق. بالاتفاق، لكن هما ما عندوش اولويه الشراء، يعني ما خدش حق. لا لا لا، في زياد لا. في زياد لا. في لاعب اخر؟ حسام حسن. حسام حسن. بنفس الاوبشن تبقى. تمام. بس بشرط موافقه اللعيبه. طبعا. احنا عندنا موافقه خالد. ايوه. هما بقى يعني ممكن ده يتاجل او اذا قدر هو يقنعهم. ايوه. او ممكن يرجع النادي الاهلي او يجي له حاجه اكبر، دي بقى هنتركها للايام. ولكن فكره احنا بنشتغل، ما انت لازم تستفيد برضه من التجارب العالميه. ايوه. كل نادي دلوقتي بتشتغل اعاره اوبشن تو باي لو قدرت. وهي الحقيقه بتحقق مصالح جميع الاطراف. حتى النادي اللي بتاخد منه اللعيب. ايوه. لانه انت يعني النادي الاهلي نظم يقول لزياد اطلع اعاره، ده عشان هو لعيب كويس، على عكس المفهوم اللي مصدر عند الناس. انت بتطلع اللعيبه الكويسه اللي عايزها تثقل، تثقل بالصد. وتتقل بالثه علشان تستفيد منها مستقبل وياخدوا الخبرات اللي انت محتاجها. فلما زياده واحد من الناس اللي احنا منشنين عليهم في الحته دي، عشان ما يقعدش يعني يلعب عدد محدود من الماتشات، لا اطلع يلعب واستمر. واحنا عارفين الحقيقه تجاربنا مع سموحه انه من اللي بيدي فرص حقيقيه للعيبه اللي بياخدها، يعني ما بياخدش حد عشان يركنه. ودي نقطه مهمه جدا، لان لينا تجارب اخرى مع انديه اخرى خدت مننا لعيبه ركنتها. فاحنا انت برضه وانت بتنقي النادي اللي تتعاون معاه بتنقيه بمواصفات، يعني انت تجربتك مع الجونه كويسه، تجربتك مع الاتحاد السكندري كويسه، تجربتك مع سموحه كويسه كده. ودلوقتي انت ليك تجربه مع الداخليه. كتر لعيبه الاهلي المعارين في الخارج دليل على كفاءه قطاع الناشئين بتاعك بعكس ما يتردد. ايوه. انت دلوقتي القماشه عندك في المتابعه كبيره. ايوه. وهتتابع وتشوف انت محتاج ترجع مين ومحتاج تسيب مين لاخر مدى في الاعاره. عايز تسال ايه تاني؟ طب ما انت خدت الاجابه اهو. عزيز يعقوب. ماله؟ جه وكشف طبي وجدل اعلامي حوالين الموقف. بص الحقيقة. هو جدل، ولكن الاجابه عنده واضحه. هو عزيز يعقوبي لاعب مميز جدا. وانت لما بتتابع لعيب بتروح جايب اخر 3 سنوات. هو مشاركاته اول موسم 35 مباراه، ثاني موسم 34 مباراه ومباراه احتياطي، والسنه دي 15 مباراه لعب منهم اظن 13 11 مش 16 مباراه 16 مباراه لعب منهم حوالي 13 3 اهداف. سجل 8 اهداف. سجل 8 اهداف وصنع 3 اهداف. صنع 3.
اذا هو بيلعب لاخر ثانيه. اه ولكن لما ترجع ورا شويه تكتشف انه كان عامل عمليات مؤثره في الركبه. انت وانت بتجيبه في سن صغيره في سن 17 و19 هو صغير، هو عنده 23 سنه. فانت جبته وابتديت تعمل الصح اللي انت بتعمله. ايوه بتكشف طبي عليه. الكشف الطبي اوضح ان ركبته، عارف انت في مثل كده ما يصحش ان احنا نستخدمه كتير، لكن حاجه عندك خدت خط. واخد بالك؟ سليمه. سليم وبيأدي 100 100، لكن بتسيب تأثير انها كان في حاجه في الركبه دي. هل مؤثره على أدائه؟ الشاهد بتاع الملعب بيقول لا. لكن انت عشان لانه لعيب مهم ولعيب مش رخيص. ايوه. كل الشغل دلوقتي عباره عن ايه؟ ان احنا اعاره، تحويل الامر الى اعاره، اوبشن تو باي. اذا نجحنا في هذا الامر يبقى باذن الله ان انت بدل ما تشتريه نهائي تستعيره قدامك بقى على هيأدي وانتظم وبتاع، تستعيره لمده وبعد كده فانت بتعمل. شوف انت بتاخد ده بالاسباب. ده تخريجه هايله. انت بتاخد بالاسباب يا استاذ ابراهيم، وفي نفس الوقت بتحتاط. انت من حقك، واللعيب مدرك هذا ومتمسك بالنادي الاهلي. متمسك. وهو لعيب كويس يعني. انت طبعا لما تقرا السي في بتاعه وتقرا المردود الفني ارقامه هايله، ارقامه كويسه جدا. نتمنى التوفيق والنجاح. لان انت كمان خلي بالك، انت في وقتك انت داخل على كاس العالم للانديه. فكل دي بتحقق لك بتسد لك احتياجات انت محتاجها. ربنا يوفق ويكون. النجم الساحلي اعلن رسميا انه لاعبه محمد الضاوي كريستو الى النادي الاهلي. طيب كريستو. كريستو ده لعيب تحت 21 سنه. هو عنده 21 سنه، لاعب واعد جدا، وبرضه هيخضع للاجراءات التعقديه والطبيه. وهو لعيب انت مسموح لك باثنين تحت السن. فانت جبت واحد بيلعب جناح ووسط، ما زلت عايز واحد تاني كده. او المعروض ما زال متاح عندك واحد تحت السن. لكن اللعيب ده يعني حقق لنا اكتر من هدف. مع النجم الساحلي احنا بينا وبينهم علاقه بدات مع كوليبالي. اللاعب كوليبالي اللي كان هرب مننا. ايوه. وكنا عايزين منهم 1,400,000، دفعوا 450 متقسطين وباع عليهم 950. الصفقه دي بتتاح لك وبتتاح لهم وبتتيح للاعب ان تسويه الحساب، بتحيي مبلغ فيه صعوبه شديده بالنسبه للنجم الساحلي، خاصه ان اللاعب مشي من عندهم. انت دلوقتي بس هو لان كان في تسويه مع النجم الساحلي، فالنجم الساحلي ضمن المبلغ عشان نسمح له بانه يأيده. فأيده وتحمل هو اللي هو مؤكد كان اتفاقه مع اللاعب انه هيخصمه من مستحقاته. ايوه يعني كان ليه مستحقات، فهو تجد النجم الساحلي خد مستحقاته وقال له انا هسددها للنادي الاهلي. ما هو اللاعب مش ساذج برضه. والنادي برضه بيبقى كل نادي بيدور على حقوقه وبيدور على انسب الحلول. ايوه فهي كلها مسائل ربنا وفقنا فيها. محليا انت بتتحرك، بتتحرك فوق السن في حدود لاعب متاح عندك. يعقوبه او الخطه به بقى بيبقى تمام. اتمالي عندك خطه بديله. ايوه وفي اتنين تحت السن، جبت واحد وهتبقى لك واحد هتتحرك فيه باذن الله. ده خلال الساعات القليله او ما تقعدش بقى خلاص. انا قلت لك الحدود المسموح، الحدود المسموح، واتخذت اكتر من المسموح. لا والله. انا ولا دي بيني وبينك. طيب اتحاد الكره قرر الاسبوع ده قرار مهم، قال لك مش هنسجل بمناسبه الصفقات بقى والناس اللي عمال تروح وتيجي، مش هنسجل اي لعيب لاي نادي الا لما النادي يدفع الفلوس اللي عليه. هاتوا الفلوس اللي عليكم. الاتحاد له فلوس عند كل الانديه باستثناء فيوتشر، يعني وديون متراكمه. ديون الاتحاد يا جماعه بتبقى جايه منين؟
يا اما عليك رسوم قيد للعيبه اللي انت بتسجلهم وما بتدفعش، او انت عليك نسبه من عوائد البث بتاعه مبارياتك، لان كل نادي بياخد الفلوس بتاعه بث المباريات، اتحاد الكره له نسبه، فلازم انت تسدد للاتحاد من مستحقات كل نادي عن عوائد بث الدوري. فاتحاد الكره له ارقام، هقول لكم من ضمن الارقام اكثر حد عليه ديون نادي الزمالك 70 مليون جنيه، ودي اعلى قيمه ديون بين انديه الدوري. المصري والاسماعيلي والاتحاد ديون كل نادي منهم تتراوح من 20 ل 40 مليون. قيمه المديونيات على انديه الدوري الممتاز مجتمعه، يعني اتحاد الكره له عند الانديه 180 مليون جنيه. عشان كده شاف ان دي فرصه مش هيسجل لحد الا لما كله يدفع فلوسه. هل يا ترى الاتحاد هيملك الشفافيه الكامله انه يعلن خد فلوسه ولا لا؟ ولا هياخد من ناس وناس لا؟ ولا هيجدول لناس ويرجع يضغط ناس؟ اتمنى جزء بسيط من الشفافيه انه ده يعلن، لانه ده مال عام برضه، وانت بتتكلم في 180 مليون جنيه. يعلن الاتحاد قبل ما يسجل لاي نادي الأندية وفت بالتزاماته، وأنا بقول لكم كل الأندية بما فيها النادي الأهلي على الجميع أنه يدفع الأهلي عليه مبلغ بسيط 8 مليون. لا لا، عليه 8 مليون، الزمالك عليه 70 مليون. وقلت لكم 70 مليون ده السنة اللي فاتت. أه السنة دي في حاجات تانية زادت، الله أعلم. يعني أيا كان، أنت كاتحاد أنت طلبت طلب معين، مش معقولة كمان بيني وبينك يعني إن في أندية بتتعرض للعقوبات وتطبق عليها العقوبات ما بتدفعش، وأندية تانية لا، ما بتطبق عشان ما عليها فلوس، وأندية تانية ما بتطبقش عليها. يا أنت تساعد الجميع، ها؟ أيوة. يتحاسب الجميع. طيب كمان مسارة واحدة كمان، اتحاد الكورة خد قرارين الأسبوع ده بالشطب، لأن المسألة زادت عن الحد. قرر شطب أسامة عبد الحي، ده أخصائي التأهيل في نادي الترسانة، بعد مباراة الترسانة وسكة الحديد، لأنه ضرب الحكم. وقرار مجلس الإدارة جه بعد الاطلاع على تقرير حكم ومراقب المباراة، مباراة الترسانة والسكة، اللي تم إلغائها بسبب اعتداء الجهاز الفني للترسانة على حكم المباراة. كما قرر تخفيف عقوبة خالد عيد مدرب الترسانة للإيقاف 4 مباريات فقط. شطب اتحاد الكورة كمان المصطفى عبد الشافي المدير الفني لفريق ابو طشت في قنا، ونشأت علاء الدين المدرب العام لابو طشت، عقب احداث مواجهه مباراه ابو طشت مع مكادي ضمن القسم الثالث. وقرار الاتحاد جه بعد الاطلاع على تقارير مراقب المباراه. هنا عايز اقول حاجه يا جماعه في القسم الثاني، لانه المسابقه دي على فكره بجد معرضه للفشل أو للقدر الله لكوارث كبيرة. السنة دي اتحاد الكورة عشان يبدأ يعمل السنة الجاية الدوري المخفض في القسم الثاني، ويكون 20 نادي تقريبا أو 24 نادي فقط، هينزل من كل مجموعة من القسم الثاني 11 فريق. 11 فريق هيهبط من كل مجموعة، ففي مجزرة. ده مخلي المباريات القسم الثاني والثالث طبعا ما فيهمش تقنية الفار، وفي ضغوطات اسبوعين ورا بعض، ودي لافته للنظر اتمنى ان اتحاد الكره ياخد باله منها. مباريات السكه الحديد مثيره للمشاكل، السكه الحديد مع الترسانه في ازمه كبيره، والترسانه اشتكى وقال لك ليه 3 ضربات جزاء ما اتحسبوش، وواحده وهميه فعلا حسبها الحكم في الوقت القاتل للسكه الحديد. ثم السكه الحديد مع القناه يتكرر نفس المشكله ونفس الشكوى لمسؤولي نادي القناه ضد حكم المباراه لصالح السكة الحديد. هنا لازم نحط خطوط علشان حفاظا على المسابقة. كابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق اقترح اقتراح على اللجنة اللي موجودة دلوقتي، أنا شايف إنه اقتراح وجيه أحمد، واخد بالك؟ قال لك في القسم الثاني والثالث ما نرجع الحكم الخامس. مش هنقدر نعمل حكم فار عشان الإمكانيات، وما عندكش عدد غرف الفار اللي تسمح بتغطية ده. قال لك طب ما الحكم الخامس يقلل من الشكوى شويه ويبقى مختص فقط بمراقبه منطقه الجزاء، سواء في ضربات الجزاء او الكره عدت الخط ولا لا، عشان نقلل من يا استاذ ابراهيم الشكوى. اصلاح التحكيم لا بالفار ولا بالحكم الخامس، لان لو النيه مش مبيته وما فيهاش عداله، لا حكم
الخامس ولا فار هيحققوا لك العداله. بس كاجراء الاجراء انك صدقني كان في حكم خامس كان بيخش يرقص مع اللعيبه. صحيح. بيخش ال 18 وما يحسبش حاجه. ايوه. وجبنا يعني لقطات زي بتاعت الاهلي والانتاج الحربي. ابراهيم نور الدين. ده كرم جابر كان بيلعب مع علي معلول. خد ولف بيه. ايوه. والحكم الخامس اهلا وسهلا. فما تقوليش بقى الحكم. لكنه يبقى اجراء. احنا بنحاول ننقذ الموسم. وانا عارف ان اتحاد الكره اهتم بالاقتراح وبعته لكلاتنبرج انه يبدا يبص عليه. انت بتحاول بقدر الامكان تاخد ابسط والكل المتاح عندك عشان تنقذ الموسم، لانه لو الموسم باظ في القسم الثاني مش هتتكلم على اصلاح في الكوره قبل سنتين كمان، لانه نتكلم على المكشوف شويه، ده هياثر شويه في الصعود والهبوط فهيدمر لك الموسم. لو انت يا استاذ ابراهيم جايب الحكم الخامس علشان يصوب اخطاء التحكيم انا معاك. لكن لو انت جايب الحكم الخامس عشان يصوب توجيه التحكيم مش هيعمل حاجه، لانه هيبقى جزء من اللعبه. يعني انت ما هو التحكيم بيحصل عليه احتجاج لحاجتين، يا اما خطا يا اما خطا موجه. يعني بتحسب هنا ما بتحسبش هنا، المسطره مش واحده. ايوه. بتعمل نفسك مش شايف هنا وبتدقق هنا. لا الفار ولا الحكم الخامس هيعالج دي. ايوه. لكن لو انت الحكم الخامس بيراجع حاجه ما شافهاش الحكم، طب ما انت عندك اللاين زمان من باب اولى يظبطها، موجود مع اللعبه. لكن انا مش هصادر يا استاذ ابراهيم عشان ما تضيعش وقت الناس، العبره في يقظه الضمائر. ده كلام مهم جدا، لكن يبقى الإجراء مطلوب ومهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والأصل في المسألة إيقاظ الضمائر. إيقاظ الضمائر اللي من ضمنها يتقوا ربنا في التعيينات. يعني لما تطلع تعيينات الحكام بالشكل الموجه. أيوة. دي مسائل تخالف أي ضمير، وما تستهينوش بالكلام ده. الموسم يا أستاذ جمال يا علام، إرضاء لسين أو صاد أنت اللي هتتحمل المسؤولية. أنت لأنه ساعتها لا سين هيصعد ولا صاد هيهبط. ساعتها الموسم كله هيبوظ، وريني بعد كده هتتحل إزاي، لأنك هتلاقي نفسك في فرق من القسم الثالث هتصعد وفي ناس من القسم الثاني مش هتنزل. هتتأخروا سنتين على ما تصلحوها كمان. ماتش السكة الحديد والترسانة. نموذج فج. بس لحظة واحدة. في استوديو واحد من اللي تعرضوا للأزمة ما قالش إن الترسانة كان ليها ثلاث ضربات جزاء؟ استوديو واحد احنا ما شفناش. في استوديو واحد ما قالش ان الترسانه كان ليها ثلاث ضربات جزاء؟ لا. في استوديو واحد ما قالش ان ضربه الجزاء في الوقت القاتل اللي احتسب ضد الترسانه مش جت في ظهر اللاعب. ايوه. مش في ايده. في ظهره. ايوه. مش في ايده. ولا استوديو غير كلهم اجمعوا على كده. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ العقوبات كلها على نادي الترسانه ويجب ان يعاقب. طبعا. لان مهما كانت الاسباب انت ضيعت حقك. يعني لو الترسانه كان تحمل وكتب شكاوى وطعن واستشهد وجاب الناس دي يمكن كان وصل لحاجه، لكن كده شال الليله هو. انا اللي عايز اقوله ان المساله عندما تتجاوز الخطا الى اداريه القرار، قرار يبقى اداري او احتواء او بروتوكول، هنا الخطوره. كابتن توفيق السيد اللي تقرر تعيينه مدير لجنة الحكام أو هو الرجل الثاني بعد مارك كلاتنبرج. الشيطان يكمن في التعيينات مش في التفاصيل، في التعيين. تعيين الحكام وتوجيه تعيينات الحكام في الدوري الممتاز حتى، هذا التعيين الموجه لحكام بعينهم ما اعتقدش هيضمن سلامة المسابقة. فأرجو زي ما المهندس عدل لخصها، إيقاظ الضمائر على الأقل قدر المستطاع شوية. يعني نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الأهلي، طول ما الأهلي عنده هذا الحرص الكبير على الشفافية. لما بيتعاقد مع لاعب بيقول تعاقدت معاه بكام ولأجل إيه،
والمدة كام بمنتهى الوضوح. لما بيعرض ميزانية بيعرض ميزانية على أعضائه أعضاء الجمعية العمومية في المركز المالي بكل الوضوح والصراحة، وبتتداول حتى في وسائل الإعلام. الأهلي دايما ما عندوش حاجة لا يخبيها ولا على راسه بطحة يحسس عليها. لا، ما هو زي ما أقول لك في حدود المسموح، إذا كان هناك أمر سنتناوله هنتناوله بالحقيقة فقط، مش هنقول غير الحقيقة. إذا كان من الصالح إن احنا نتناول، أو إذا كنا نرى إن مش معاد الإعلان عنه مش هنعلن. في حاجة لسه ما تمتش. ده كلام مهم جدا، لكن أيضا في كلام مهم في الغربال، ورغم كده هنجاوبك. هو مين وهنقول إيه؟ خلينا نقول فيها، لكن أثيرت اليومين اللي فاتوا قضية اللاعب لويس ميكيسوني لاعب الأهلي المعار لأبها السعودي. كشف تركي مشعان المدير التنفيذي لأبها مصير الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي، كما ترددت أنباء بشأن اتجاه النادي السعودي للوصول لاتفاق حول إنهاء إعارته. قال المسؤول السعودي في تصريحات لكرة بلس، رويال كومانس مدرب الفريق هيقيم أداء لويس ميكيسوني فنيا خلال الأسبوعين الجايين. وأوضح المدير التنفيذي لأبها إن الأمر هيعود للمدير الفني، لأنه إذا رأى رغبة النادي في الاحتفاظ باللاعب وخدماته هيتم رفع تقرير للإدارة، وبالتالي هتتواصل الإدارة مع النادي الأهلي بشأن مدة الإعارة. لو لم نخطر الأهلي برغبتنا في قطع إعارة اللاعب، خاصة إن النادي الأهلي يرتبط بعلاقة طيبة مع الأندية السعودية خصوصا أبها، قال لك لدينا علم بأن أجانب الأهلي كاملين، وبالتالي لن نكون سببا في أن يحدث ضرر بالفريق الأحمر صاحب الشعبية الكبيرة في مصر والوطن العربي. ده كلام في منتهى العقلانية والاحترام. لا، ده من الآخر يعني، اللي عايزين ينبشوا في الموضوع ده وكأن الأهلي عنده أزمة. الأهلي ليس عنده أزمة، اللاعب معار حتى نهاية الموسم. هم هيعملوا إيه؟ يا يكمل معاهم يا يعيروه لنادي تاني. بس الموضوع باختصار. طيب، بمناسبة لويس ميكيسوني، كابتن خالد الغندور قال لك هو انا مش من حقي اسال، احنا مش من حقنا نسال هو لويس ميكيسوني ده جيب كام ومشي بكام. انت بتسالني ولا هو من حقه يسال؟ مش لا طبعا مش من حقه خالص. ليه مش من حقه يسال؟ الموضوع ما يخصوش. لو عايز يسال يسال على لعيبته بقى. ال 15 20 لاعب اللي جم ومشوا وخسايرهم ايه؟ طب ما تخليني اقعد انا. لكن إيه؟ انا هجاوبه مش عشان ده من حقه، هجاوبه لانه ده نشكره على هذا السؤال عشان احنا نسال، اللي فتح لنا الفرصه ان احنا نسال سؤال بنعتبره مش من حقنا. لكن بما انك سالت لويس ميكيسوني جيب كام؟ اللي عايز يتسائل يتسائل. احنا بقى هنجاوبك وهنسالك، بس يا ريت تجاوبنا. طيب جاوبوا انت الاول، لويس ميكيسوني جيب كام وعير بكام؟ لويس ميكيسوني جه في حدود 700,000 دولار. الرقم يعني مش متاكد بالظبط، يزيد بسيط او يقل بسيط. لان مش ده المهم. لويس ميكيسوني جه لعب عندك فتره، وبعدين عشان تقدر تجيب لعيب مكانه انت اعرته. واديك سمعت رد النادي اللي استعاره، وقال لك لن يوجد اي ضرر على النادي الاهلي من قرارنا الخاص بلويس ميكيسوني. فانت لما خدت من وراه 150,000 دولار حاجه زي كده يعني، وطبعا وفرت راتبه. لكن في نفس الوقت، هو انت بما انك سالت هذا السؤال، انت بقى من حقك تسأل نفسك هذا السؤال ولا مش من حقك؟ رغم انه لعبتك، ورغم ان الحالة انت معني انك تبحثها وموضوع يخصك ما يخصش غيرك، يعني انت من حقك مثلا يا كابتن انك تسأل اسماعيل جبت مين ومشيت مين؟ هو انت من حقك تسأل بيراميد انت جبت مين ومشيت مين؟ يبقى ازاي من حقك تسألني انا النادي الاهلي انا بعمل ايه وانت مالك؟ بس انا هجاوبك عشان الناس تعرف انه من حقي اسال هو مين اللي سئل. طيب، اما وانه احنا اقرنا المبدا خلاص من حق الكابتن خالد الغندور يسال،
وحتى اذا كان ده مش من الموائمة السليمة 100%، لكن خلاص الرجل سأل والمهندس عدلي أجاب فيما يخص لويس ميكسوني بكل الوضوح. أنا هدخل بين الاتنين، بين الكابتن خالد الغندور والكابتن عدلي القيعي، واسأل الكابتن خالد الغندور يمكن ألاقي إجابة. هو شريف علاء، أنا هسأل على مش ميكسوني واحد، هسأل على 26 ميكسوني، 26 لاعب، عشان تعرفوا ان احنا لما بنسكت لان احنا ده مش شأننا. اما وان الراجل ادى الامر لنفسه الحق انه يسأل، سأل وجاوبنا. بس كمان نسأل، هو شريف علاء الزمالك اشتراه من المقاولين ب 8 مليون جنيه، بعد شهرين مشي مجانا، صح ولا لا؟ ادي واحد. عبد الله سيسيه تم شراؤه من المصري ب 15 مليون جنيه، وتم الاستغناء عنه مجانا بعد موسم واحد، بعد إعادة شراؤه ب 9 مليون جنيه، ثم إعارته لاتحاد الشرطة ب 500 ألف جنيه، ثم الرحيل مجانا. مش بس كده، ده محمد بازوكا تم شراؤه من الشرقية بكام؟ ب 8 مليون جنيه لمدة موسم، ثم أعير للاتحاد السكندري ب 650 ألف جنيه، ثم الرحيل مجانا. ثم أحمد حسن مكي تم شراؤه من حرس الحدود بكام؟ ب 6 مليون جنيه، وبعد موسم واحد مشي ببلاش. محمد عادل جمعة تم شراؤه من المصري ب 6.5 مليون جنيه، وبعد موسم مشي برضه ببلاش. حمادة طلبة لحق بيهم، تمت استعارته من المقصة ب1.5 مليون جنيه، ثم تم شراؤه من المقصة ب7 مليون جنيه، ثم مشي ببلاش. كابتن خالد فتحها على نفسه فتحة. إبراهيم عبد الخالق تم شراؤه من سموحة ب8 مليون جنيه، تمت إعارته لدجلة بعد موسم واحد ب350 ألف جنيه، وتمت إعارته للمقاولين ب450 ألف جنيه، ثم مشي ببلاش. أسامة إبراهيم من إنبي اشتراه الزمالك ب1.5 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، ثم رحل بعد موسم واحد ببلاش. محمد رمضان اشتروه من بتروجيت ب6 مليون جنيه، وبعد 5 شهور بس مشي ببلاش. صلاح عاشور تم شراؤه من انبي ب3.5 مليون جنيه، بعد 7 شهور بس مشي ببلاش. احمد دويدار اللي داوشنا في البرامج تم شراؤه من اتحاد الشرطه ب2.5 مليون جنيه، ومشي ببلاش. بنجامين اتشيمبونج تم شراؤه من الداخليه ب2.2 مليون جنيه، ثم رحل مجانا وقضية وفيها اتهامات. رمزي خالد تم شراؤه من الاتحاد ب6 مليون جنيه، وراح إعارة للمقاولين ب250 ألف جنيه، ثم إعارة للاتحاد كمان بنفس القيمة، وبعد كده بعد موسم مش ببلاش. معيد العجان تم شراؤه من نفط الوسط العراقي ب13.5 مليون جنيه، وبعد موسم واحد ببلاش. بهاء مجدي تم شراؤه من الاسماعيلي ب7.5 مليون جنيه، وبعد موسم واحد لحق الجميع ومشي ببلاش. باسم مرسي تم شراؤه من الانتاج الحربي ب12 مليون جنيه وشويه اعارات، ثم بعد كده مشي ببلاش. أيمن حفني تم شراؤه من طلائع الجيش ب10 مليون جنيه، ثم الرحيل مجانا، ثم استعارته مرة أخرى مجانا. حسام باولو تم شراؤه من سموحة ب6 مليون جنيه وشوية إعارات لمدة موسمين، ثم الرحيل مجانا. أحمد داوودة تم شراؤه من المقصة ب7 مليون جنيه وشوية إعارات لمدة موسم، ثم الرحيل مجانا. يا كابتن خالد ما تنساش كمان محمود دونجا اللي تم شراؤه من المقصة ب6 مليون جنيه
لعب موسم وإعارة موسم ثم الرحيل ببلاش. أحمد مدبولي اللي تم شراؤه من النصر للتعدين ب 2.5 مليون جنيه لمدة موسمين ثم الرحيل مجانا. إسلام جمال تم شراؤه للزمالك من الجيش ب 4.5 مليون جنيه وبعض الإعارات ثم الرحيل مجانا. المصير الحتمي واللذيذ والسهل والخفيف ومحدش بيسأل. لكن مع الأهلي كله بيسأل. حمدي النقاز تم شراؤه من النجم الساحلي ب 12 مليون جنيه وبعد كده مشي ببلاش. كابونجو كاسونجو تم شراؤه من الاتحاد ب 15 مليون جنيه ثم الرحيل ببلاش. احمد كابوريا تم شراؤه من المصري ب 8.5 مليون جنيه وبعد كده يرحل مجانا. فرجان ساسي تم شراؤه من النصر السعودي ب 88 مليون جنيه ثم رحل مجانا. شوف التقرير ده، دول يا جماعه 26 لاعب كلهم جم بقيم مختلفه انتوا شفتوها وكلهم مشوا مجانا. التقرير ده ناقصه حاجات. ناقصه طبعا ناقصه ابراهيم حسن. ابراهيم حسن ده ليه بقول ابراهيم حسن؟ ده صاحب اشهر قضيه في الوسط الرياضي المحلي. واللي بسببه النادي الاسماعيلي انتقل منه اللاعب الى نادي الزمالك، ها؟ ودفع غرامه 15 مليون جنيه وخد عقوبه عدم القيد وما زالت العقوبه مستمره حتى اليوم لنادي نجوم المستقبل بتاع الاستاذ محمد الطويل. يعني اللعيب ده لو كان الاهلي اللي خده كان زمان مصر كلها بتتكلم يا اهلي ازاي تعمل كده في الاسماعيلي، ادفع انت مسؤول عن هذا المبلغ. صح ولا لا؟ طبعا. لكن طبعا لان تم الاتفاق برقم غير حقيقي بين الناديين، فمحمد الطويله برضه راجل مش سهل ودارس وواصل وبيتخاطب مع الاتحاد الدولي وبيدافع عن حقه. ده مش مذكور هنا خالص. ايوه. لان الزمالك خده ومشاه بعد كده. كويس؟ ايوه. طيب انت بتتكلم ولسه ما اتكلمتش على واحد زي محمد ابراهيم. طب لا يعني لا انت في لعيبتك انت اللي طلعتها بره ورجعتها وبعتها ودفعت فيها فلوس ورجعتها. يا كابتن خالد انت ليه سالت السؤال ده؟ ما كنا ساكتين. ما كنا يا ابني ساكتين ومش عايزين نتكلم لانه لا شان لنا به. ده شان الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك، مسؤولين نادي الزمالك واتحاد الكوره، لان كل الغرامات اللي لسه انت كنت عايز ترصها برضه بلا رحمه. طيب الغرامات، لانه برضه الاهلي ما حدش، ما فيش لعيب لا محلي ولا اجنبي راح للمحكمه ضد الاهلي وطالب بحقوقه. بالعكس الاهلي هو اللي راح للمحكمه ضد عبد الله السعيد. لكن خلينا نقول بالنسبه تم الحكم على نادي الزمالك في قضيه اللاعب حسام اشرف بغرامه 200,000 يورو وإيقاف اللاعب 4 شهور ومنع الزمالك من القيد. تم الحكم على نادي الزمالك بغرامة 1,000,000 يورو في قضية محمد إبراهيم. تم الحكم على الزمالك بغرامة 600,000 يورو في قضية اللاعب الأردني خالد سعد. تم الحكم على الزمالك بغرامة 900,000 دولار في قضية بنيامين أتشيمبونج. تم الحكم على الزمالك ب 662,000 يورو في قضية كريستيان جروس. تم الحكم على الزمالك بغرامة 72 مليون دولار 2,700,000 في قضية خالد بوطيب. أيضا تم الحكم على الزمالك بغرامة 470,000 دولار في قضية جيمي باتشيكو المدرب البرتغالي. تم الحكم على الزمالك ب 8 مليون جنيه غرامة في قضية معروف يوسف. تم الحكم على الزمالك بغرامة 910,000 دولار في قضية شيكابالا. تم الحكم على الزمالك بغرامة 80,000 دولار في قضية أليكس كوستا. تم الحكم على الزمالك بغرامة 1.2 مليون دولار في قضية جونيور أجوجو. وتم الحكم على الزمالك بغرامة 1.2 مليون دولار في قضية أليكس موندومو. وتم الحكم على الزمالك ب 700,000 دولار في قضية كريم الحسن.
طبعا الامر يخص الزمالك في ادارات مختلفه، ده مش مقصود بالاداره الحاليه ولا الاداره السابقه، لكن يخص الكابتن خالد الغندور وفكر الكابتن خالد الغندور واهتمام خالد الغندور انه يسال. وهو كمان موجود مع كل الادارات السابقه والله. لكن انا في حكم عايز بس اتوقف عنده لانه بيتردد دلوقتي وبيربطوه بقضيه كهرباء. ايوه الغرامه بتاعت شيكابالا الغرامه كانت على مين؟ على اللاعب والنادي. ايوه بس تحملها اللاعب. شيكابالا جاله قعد فتره بياخد 1000 جنيه في الشهر ويتخصم منه المبالغ اللي سددها النادي نيابه عنه. وده حق النادي، كل نادي من حقه انه يدافع عن حقوقه. لكن انت اللي خليتنا نجاوب في حاجات بصراحه ما تخصناش. في اكتر من كده حاجه؟ احنا بس بصينا لك الاسئله دي عشان وانت بتسالنا جاوب على الاسئله دي في اللي يخصك، لان السؤال بتاعنا ما يخصكش. ده كلام مهم جدا ونقطه بارزه فوق حروف ساخنه، لانه صدقوني لو المسائل كل الناس اهتمت بانها تركز في شؤون ناديها، ما هو مؤكد ان الزمالك عنده بطولات وعنده فرق رياضيه وعنده العاب وعنده ارتباطات زي ما الاتحاد عنده، زي ما الاسماعيلي عنده، زي المحله، وزي كل الانديه عندها التزامات وعندها ارتباطات وعندها جماهير وعندها لعيبه. ليه التركيز فيما يخص الاهلي؟ وايه علاقه الاهلي بمناقشه امر يخص الزمالك؟ يعني انت عندك شؤون ناديك انت ادرى بيها واهل مكه ادرى بشعابه. ايه فكره الزج بالاهلي في كل جمله باستمرار؟ الاهلي هو البضاعه الرائجه، تمدح وتكسب، تهاجمه تكسب. لو اتكلم على شانه الخاص سينصرف الناس عنه. فانت محتاج فقره يوميا تسب فيها النادي الاهلي وتهاجمه بشكل مستمر لدرجه افقدت هذا الهجوم جدواه. ايوه انا كل يوم لما امسكك اركز معاك اول يوم وتاني يوم وتالت يوم الناس هتصدقني، رابع يوم يبتدوا يقول لك وبعدين، خامس يوم يتعاطفوا معاك ويبتدوا يخلوا بالهم. الله، هو ايه اللي مضايق عدلي من ابراهيم كده؟ ها؟ هيسالوا الناس كده. فاحنا يعني انا مره صحفي كان بيشتمني، فطبعا رفعت عليه قضيه وقلت له ارجوك الا تتوقف عن سبابي. الله يرحمه. الله يرحمه. فقام قال لي، ما قابلته في النادي، هو اتخض وانا بكلمه، قلت له انا هاخد حقي منك بالقضاء وبعد كده مش عايز منك حاجه، انا كسبت القضيه وسامحته يعني. انما قلت له بالنسبه لي انا مش عايزك تتوقف، لانك انت لو توقفت الناس هتصدق اللي قلته قبل كده، لكن لو شتمتني كل يوم الناس هتعرف انه شخصي، انك راجل متضايق مني، مش كل الكلام اللي انت بتقوله ده الا ضيق من عدل القيع اللي مش مخليك تنام بالليل، بتفكر اشتمه بكره ازاي، اشتمه بكره ازاي، اشتمه بكره ازاي. كمل على كده، ايه رايك انه توقف؟ وبعد كده يعني التقينا وسامحته وخلاص، لان مش الهدف الشخصانه. الهدف ليه بتعمل كده؟ احنا ليه بنوصل نفسنا ان الناس تتفرج علينا؟ هو مين اللي هيغلب مين؟ ما احنا بقينا فرق يعني، انت لما تشتمني كل يوم انت بقيت فرجه مش انا. لان انا ما بردش، انا هنا بكلمهم في حاجات تانية كنادي اهلي يعني. ايوه لكن انت الناس مستنيه هتشتم مين النهارده؟ يا كابتن خالد انت سالته سؤال واحنا جاوبناك عليه، جاوبنا على الاسئله دي. ده كلام مهم وسؤال مهم. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف مين بقى هيتمسك من عظمة الفساد. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فعلت دورها اللي احنا اتكلمنا عنه كتير، انه يا جماعة في كتير من المظهر الأداء لبعض اللعيبة مش منطقي، وفي حالات جري في الملعب مش منطقية على الأقل مع ضغط الماتشات. سمعنا تفسير لغياب عبد الله جمعه واحمد فتوح عن مباراه الزمالك، انه هناك من يتهمهم بشيء، هم بره التشكيل ما لعبوش المباراه، لكن ده
تصادف أو تواكب أو تضامن مع البيان اللي طلعته المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. طلعت بيان قالت أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بيانا تكشف فيه عن التواجد في مباراتي الأهلي أمام إنبي والزمالك مع الداخلية، وجاء نصه كالتالي: تواجدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع الداخلية اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. قام ضباط الكشف عن المنشطات الذين تواجدوا في المباراتين بسحب العينات من اللاعبين بطريقة عشوائية حسب الآلية المحددة طبقا للكود الدولة الذي حددته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. يأتي ذلك في إطار الدور الذي تؤديه المنظمة لمكافحة المنشطات، حيث يتواجد ضباط الكشف عن المنشطات بشكل مستمر في مباريات الدوري دون الإعلان المسبق عن المباريات التي يتم تغطيتها، وذلك حفاظا على السرية المطلوبة في هذا الشأن. قالت الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات إن المنظمة حريصة على أداء دورها للتأكد من ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات، وتتواجد المنظمة في المباريات والمنافسات التي تقام على أرض مصر في الرياضات المختلفة وليس كرة القدم فقط. أوضحت الدكتورة هانم أنه تم سحب العينات في مباريات الدوري أو أنه سحب العينات في مباريات الدوري بيكون بشكل عشوائي عن طريق أرقام اللاعبين دون معرفة مسبقة باللاعب الذي سيقع عليه الاختيار لإجراء تحليل الكشف عن المنشطات بعد نهاية المباراة. وأكدت أن الإجراءات المتبعة تخضع للكود الصادر عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بداية من ترتيبات ما قبل سحب العينة وأثنائها وبعدها وصولا إلى ظهور نتيجة العينات. ده كلام مهم جدا وخطوة تأخرت. تأخرت بس يجب أن تستمر لإنقاذ الرياضيين قبل الرياضة. يعني الرياضي اللي بياخد على فكرة أحيانا المخدرات ممنوعة زي المنشطات، فممكن لعيب يقول لك أصل أنا كنت بتدلع كده وخدت من واحد صاحبي سجارة ولا بتاع. لا ما تاخدش. يعني خلي بالك إن الحاجات دي بتبان لفترات طويلة، يعني مش بتروح بعد يوم أو اتنين يعني. فنرجو من لعبتنا كلهم يعني ربنا يحفظكم والعبوا الرياضه من اجل الرياضه. ما هو المنشطات ده غش يا استاذ ابراهيم، زي اللي بيغش في الامتحان. ايوه اللي بياخد منشط ده غشاش، ومن المصلحه ان هو يبعد يعني. هي خطوه جيده يجب ان تستمر. ده كلام مهم جدا. لكن النهارده مباراه الزمالك والداخليه فيها احداث كتيره. يمكن كان هدف الزمالك اللي تعادل بيه في الوقت المحتسب من الوقت المستهلك من الوقت بدل الضائع، الزمالك سجل هدف التعادل. كابتن جهاد جريشة له رأي. قبل ما نشوف الكابتن جهاد جريشة هنشوف صورة للهدف، لأنه الكرة مش كورنر. الناس اللي بتتكلم على الحلال والحرام، الكرة مش كورنر. سامسون لاعب الزمالك هو اللي لاعب الكرة بدماغه وهو اللي طلعها، فاتحسبت كورنر. دي مش وضحها، في صوره تانية موضحها خالص. ادي واحده اللقطه اللي اهي، هي دي موضحها خالص. مين اللي لعبها الكوره؟ مين اللي لعبها قبل الجون ما يوصل؟ يعني قبل الجون ما يوصل لها الكوره من راس سامسون لاعب الزمالك، اتحسبت كورنر، سجل الزمالك منها هدف. طب هل الهدف سليم ولا لا؟ جهاد جريشه خبير التحكيم في كوره بلس حلل هذا الهدف من اساسه بين الحلال والحرام. ما هو فكره الحلال والحرام مع انه الحلال بين والحرام بين، وبينهما الكابتن جهاد جريشه. نسمعه. اللعبه دي بقى نتكلم فيها كتير، نتكلم فيها كتير. الكوره كانت بين مهاجم الزمالك وحارس مرمى الداخليه. اللي نجح في لعب الكوره هو مهاجم الزمالك. اللي في تلامس حصل من الحارس لراس المهاجم، لا يعني اللعبه التلامس لا يرقى ركله جزاء، لكن القرار في الاخر نشوف اللعبه. اللي لعب الكره المدافع، التلامس اللي حصل من حارس المرمى لا يرقى. تلامس حصل لكن لا يرقى باحتساب ركله جزاء لمهاجم نادي الزمالك. لكن اللعبه دي هي اساسها
ركله مرمى، اللي لعب الكوره لاعب نادي الزمالك وراح ركله مرمى، وبالتالي اتلعب بعد كده الخطا ركله ركنيه واللي تم احراز منها هدف تعادل الزمالك. التعادل الهدف اللي جاء من ركله ركنيه غير شرعيه. يعني كابتن جهاد بيقول بشكل مباشر انها ضربه مرمى مش ضربه ركنيه. لكن هنا المشكله، هل من حق يعني من حق الفار انه يتدخل في كوره بقرار خاطئ اصفر عن هدف؟ يعني الحقيقه الواحد، وعشان كده تقول لي الحكم الخامس ولا الفار ولا، ان هي لما تكون مش موجوده لتحقيق العداله خلاص محدش حتى طالب ان هو يرجع. يعني احنا ما نقدرش نحكم من هنا اكتر من ان الناس كلها اللي شافت الماتش قالت الكرة دي وجهة نظرها، والكابتن جهاد جريشة مسؤول عن تعليقه. يعني يا ريت حد يرد لنا يقول هو صح ولا غلط. طيب كابتن جهاد جريشة بالصفارة بتاعته ديت صفر لنا على حاجات كتيرة بعضمة لسانه كده. رضا، الحقيقة رضا شحاتة فليكن كده رضا ونعمة، وكده رضا شحاتة ماشي كويس، لأنه رضا شحاتة يحسب له كمدرب جريء مع فريق عنده نقص إمكانيات واضح جدا، فريق الداخلية، إنه الزمالك يتعادل معاه بهدف مش صحيح في الوقت القاتل، وقبل كده كسب بيراميدز قريب. يعني دي دليل إن دي مكاسب يعني نتيجة حالة الفريق يعني. طيب الحقيقة الكرة بتاعت الزمالك قادتنا لتعليل الكابتن محمد صبري. ومحمد صبري ابن نادي الزمالك من يومين بيطالب الجمهور بإيه؟ نسمعه. عندنا مباريات مهمة جدا مصرية. جدا جدا في شهر يناير، محتاجة الدعم فقط والهدوء من الجمهور لفرقته ودعم فرقتي بس في الباطل قبل الحق. هو كان اتفرج على الماتش. هو بي 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 الدعم في الباطل قبل الحق. ما يعني ايه بنطالب جمهورنا بالدعم في الباطل قبل الحق؟ طب احنا بقى معلش ما تفسرها لي يعني. لا دعم يعني انت اما يبقى في حاجه غلط كابر ولا دي صح وهي كده، احنا بقى بنقول لجمهورنا ما تدعمش الاهلي غير في الحق. طبعا طبعا، لان ربنا مش هيكرمك طويلا في الباطل. يعني حتى الناس كانت بتقول لك والاشرار يعني قالوا املي اليهم ولا يعني بتطول لهم شويه عشان يلفوا الحبل. لكن في النهايه لازم الخير والصح ينتصر يعني. فانك تدعو بهذا الوضوح ادعموا فريقكم في الباطل قبل الحق، ولماذا ذكرت هذا الامر وكان يعني الامر لازم يكون فيه دعم للباطل يعني. انت مش عايز تفسر اكتر من كده، لكن عمرو الدردير الحقيقه الراجل فسر اكتر من كده بوضوح شديد جدا، وعلى لما كان حتى المتحدث الرسمي بتاع اللجنه السابقه برئاسه الكابتن طارق لبيب حسين لبيب اتكلم عمرو الدردير عن فكره الدعم في الباطل. نشوف. خلنا بس احنا مش عايزين نتكلم ونقول عملنا ايه، في حاجات مش عايزين نعلن عنها، في كلام مش عايزين احنا نعلن عنه. اعلنوا يا فندم، اعلنوا يا فندم عشان الناس زي اللي ترتاح بعد اذنك. لا احنا في حاجات يعني مش نافع نعلن، احنا في حاجات على فكره كتير جدا 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 بنعملها وحقوق بناخدها، والناس بتقعد تقول ان الزمالك ما خدش حق، احنا بنكون واخدين حقنا في حاجات واحنا مش عايزين نتكلم فيها. تمام. في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حقوق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر، وبنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها، لكن احنا بنكون مش مظلومين في حاجات كتير، بس مش عايزين نعلن عنها. تمام تمام. لكن تاكد ان نادي الزمالك والله العظيم قوي وبياخد حقه. طب بالله عليكم احنا ما بنقولش على فكره حاجه، لكن احنا بنحكم. طب تحكموا على الفلسفه اللي بتتقال قدامكم في العمل ازاي؟ احكموا بالباطل قبل الحق، ادعموا في الباطل قبل الحق، واحنا كنا نبقى واخدين حقنا ثالث ومثلث، لكن عايزين ناخد مكاسب اخرى فبندعي المظلوميه. يعني اذا بالتدليس نستطيع ان نصل الى ما ليس له لنا فيه حقوق.
احنا ما بنقولش حاجه يا جماعه، احنا بنشرككم معانا في تفسير ما تسمعوا. ادعمني في الباطل قبل الحق. وعمرو بيقول لك احنا بنحب نعيش في دور المظلوميه عشان ناخد حقوق مش بتاعتنا واكتر من حقنا. وبنبقى واخدين حقنا تالت ومتالت، بس نفضل ندعي المظلوميه عشان ناخد اكتر. ما هو ده منهج. واحنا بنكرر وبننبه، مش بتجني لما تسمع. ولما قلنا لك الاستاذ عمرو خفاجي اهو، انا بقول بالاسم، لما قال لي على الطياره يا نوقف الزمالك يا نوقع الاهلي، فانت عمال بتحاول توقع الاهلي بمنهجيه، مره من خلال اختراقه في النادي وفي اعلامه، واليوم اختراق الجماهير من خلال السوشيال ميديا، واضحه زي الشمس يعني. ونفس ولادنا بتوع السوشيال ميديا مكتشفين هذا وبيشاوروا عليه وعارفين مين بالاسم المخترق الواصل. لكن في الاخر هي شوشره وخلاص. ادعمني في الباطل قبل الحق، وادعي المظلوميه عشان تاخد مزيد من الحقوق اللي مش حقوق. اللي مش حقوق زي اللي بيقوله الكابتن جمال عبد الحميد. نشوف بس بقى بتاع الاهلي اللي هو طارق عادل دوت، ولا طارق اسمه ايه؟ طارق مين اللي هو محمد عادل؟ لا طارق حاجه، طارق مجدي. طارق مجدي ادى فوق الوقت الضايع بكورنرين للنادي الاهلي لغايه ما اتعادل، وامين عمر بيصفر قبلها قبل الوقت. فانا بقول لك انا بطالب بحقي. يعني انت اديت للنادي الاهلي زياده عن حقه، وجيت عندي خدت مني حقي. يبقى اذا كلاترنبرج بيقول لهم النادي الاهلي خلاص، يعني نقول للزملكاويه خلي بالكم اللي هو رئيس لجنه الحكام دوت ادى تعليمات خلاص النادي الاهلي، فانا اديني حقي، وزي ما بتدي النادي الاهلي اكتر من حقه. طيب الحمد لله عتلنا في حد مش عايز غير حقه. وكابتن جمال راجل بيدور على حقه مش عايز غير حقه. حلو قوي قوي قوي. طب ما تشوف اين حقوقك في هذا الفوز الذي تحقق اليوم. هنسيبك انت ترد عليه عشان انت راجل بتاع الحقوق. حقوق عين شمس. طبعا. ولا حقوق القاهره. طيب. استاذ محمد شبانه، ده فيديو خاص بالكابتن الخطيب. كابتن محمود الخطيب يا جماعه من اكثر الشخصيات الرياضيه او اكثرها اللي بيتعرض لهذه التجاوزات والاساءات. وتقريبا ممكن ياخد وسام الصبر والترفع وضبط النفس. ما اعتقدش بجد في حد تعرض لما يتعرض له الكابتن محمود الخطيب واحتفظ بكل هذه القدرة في ضبط النفس وعدم وأيضا الترفع وعدم الرد. لجأ في كل واحدة من دول للأطر القانونية المسؤولة. والغريب أنه حتى بعد ما أخذ أحكام وبعد ما ظهرت الحقائق في كثير من الأمور لسه الناس بتتكلم ولسه التجاوزات مستمرة. عشان كده محمد شبانة الرأي مهم. الحقيقة قصدت تبدأ الحلقة بالكابتن محمود الخطيب، وأنا دايما بيبقى عندي وجهة نظر في الشخصيات اللي زي الكابتن محمود الخطيب، و الشخصيات دي هي اساطير الكره المصريه، ودول الناس اللي زرعت القيمه التاريخيه للكره المصريه اللي الناس ممكن تيجي من براها تتمحك فيها وتكتسب منها الشهره والقيمه. من الناس دي اللي زي الكابتن محمود الخطيب، هم دول اللي عملوا القيمه التاريخيه للكره المصريه، هم دول اللي عملوا الجماهيرية للكرة المصرية، هم دول اللي عملوا البطولات، وهم دول اللي عرقوا في الملاعب، وهم دول اللي اتصابوا وقاموا واشتغلوا وقاموا واتصابوا وعفروا وقاموا وحققوا بطولات وحققوا انجازات. انا بقول ده ليه؟ المناسبة امبارح قابلني ناس وقالوا لي يا استاذ محمد، هو ليه الكابتن محمود الخطيب ساكت على كلام بيتقال عليه واتهامات وتجاوزات وحاجات كده يعني؟
بايخه يعني بتتقال عليه. فقلت لهم انه دايما اللي زي الكابتن محمود الخطيب لا يليق به ان ينزلق لهذا التجاوز. مهما تقول ده زي الشجر النخلي كده العالي كده. يجي هوا، تيجي رياح، تيجي مطر، تيجي اعاصير، حر، برد، تظل ايه؟ النخله شامخه كده في السماء. مفيش مشكله يعني. كابتن محمود الخطيب اسم عظيم، اسم كبير. يعني بعد 100 سنه سيظل اسم الكابتن محمود الخطيب راسخ في التاريخ فقط، ولن يذكر التاريخ احد من اللي متجاوزين ضده. طبعا شوف دي وجهه نظر الاستاذ محمد شبانه. والاستاذ محمد شبانه وكانه وجد مفتاح الحقيقه. لان ما يتبناه الاستاذ محمد شبانه من مده ليست بقصيره، انما هو نابع من حاجه لمست حاجه في نفسه، اثرت فيه، شاف حقيقه لما اقترب وبدا يفرز الساحه الرياضيه والشخصيات اللي حواليه، توصل الى هذه الحقيقه فاصبح يتحدث كما لم نسمعه من قبل بهذا الوضوح وهذه والصراحه والمصداقيه. يتحدث عن الكابتن الخطيب، ها، ويقول لك اللي زي الكابتن الخطيب ما يعرفش يتصرف غير كده. وانا موافقه. والخطيب ناس كتير تقول لك صعب قوي انك انت تتحمل كل التجاوزات دي في حقك وتصبر وتصمد، وانا بقول لهم والله الخطيب لا يتحمل. الخطيب هتفاجئوا ان الخطيب بجد يا جماعه لا يتحمل. هو مش بيضغط على نفسه، هو ده الخطيب، هو دي فلسفته، هذا هو خلقه. لما يبقى خلقك الترفع عن الشتيمه لا تتاثر بيها، انت مترفع فما بتبذلش جهد عشان تقاوم غضبك تجاه هذه الشتائم. انت بالعكس، ما الكابتن الخطيب بيقول لك انا خايف عليهم، مش انا زعلان عليهم، مش زعلان منهم. على اللعيبه اللي مشت من الاهلي. مش بس اللعيبه، ده معيار. ده معيار. لما حد يسيء اليك تبقى انت تشعر بالشفقه عليه، ان اخلاقه وصلته الى هذا. هو بينام مش مرتاح وبيفكر زي زيك ويجننه انك انت بتلقى الترحيب وانت عمال بتسمو وبتترفع اقدارك بلا مجهود، لان دي فلسفتك، دي طبيعتك، دي اخلاقك، انت مش مدعيها. اللي مدعي حاجه هو اللي بيتحمل. اللي اخلاقه كده وصفاته كده يجد نفسه يجد التسامح عنده. مش التسامح انك بتسامح اللي اخطا معاك، ولكنك بتسمو عليه. تسمو عليه يا استاذ ابراهيم، ما عندكش صعوبه، انت دي اخلاقك. انت شايف الشتيمه دي عيني صاحبها بيتعذب بيها اكتر منك. هو متضايق منك لدرجه انه لازم يشتمك كل يوم. طب انت بتعمل ايه؟ بتصبر لما تلاقي الامور بتوصل لحدود ابعد منك، لاسرتك، لحد بيهمك، بترفع قضيه. ولانك لا تتصدى الا للمواقف الحقيقيه بتكسب القضايا بتاعتك. فانا مع الاستاذ شبانه، واحنا يعني نعرف كابتن الخطيب، مش معنى كده احنا شايفينه ملاك يعني. هو انسان مثلنا ولكن له سماته الاخلاقيه والشخصيه، اللي لما كانش بهذه الصلابه الاخلاقيه كان ممكن شهرته تاخده في حته وتاذيه. صحيح. كان تعالى عن الناس، كان اتغر، كان طغى، ولكن لانه عنده البساطه دي، عارف ان دي نعمه من ربنا، وعارف ان هو استخدمها في الخير، وعارف انه امتع بيها الناس، هو ما عندوش مشكله مع نفسه. اشتمني، اعمل اللي انت عايزه، لما هتتجاوز حدودك هرفع عليك قضيه واقلب الصفحه، انا نام وانت ما تنامش. فمش عايزين نتكلم على الخطيب وكانه يعني. انا بقول لك كل انسان، انت احيانا تيجي تقول ايه يا كابتن انا مش موافق على دي، ها، وممكن يبقى هو الصح وانت الغلط والعكس. لكن احنا بنتعامل مع بعض كبشر، كل واحد قايس التاني بمحتواه وصدقه واخلاقه وفلسفته وقيمه وبيئته اللي اتربى فيها. لما تبقى في بيئه سويه بتطلع سوي.
ما عندكش مشكله. ولذلك ارجع تاني للحكمه الرائعه اللي اثرت فيا انا شخصيا من حكيم كبير جدا الله يرحمه الاستاذ نعمان صبري اللي كان مديرا للنادي الاهلي. ايوه كان راجل بشوش دائم الابتسامه، وقال لي نصيحه مره غضبت وبعدين بقول له كرامتي ما تسمحش ان يحصل كده. قال لي يا استاذ عادل كرامتك ايه بس؟ كرامتك تصرفاتك، ما تتضايقش غير من اخطائك انت. لما انت تعمل حاجه تخجل منها اتضايق، لما واحد يعمل حاجه في 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 مواجهتك اوعى تتضايق، ده تيصعب عليك ان هو متضايق منك لدرجه انه بيتجاوز بهذه الفجاجه. لقيت ان الحكمه دي رائعه يا استاذ ابراهيم، كرامتك تصرفاتك بتلخص كل شيء. ده كلام حكيم فعلا. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. التحكيم على المحك، واتحاد الكوره بقى مطالب جدا جدا يعمل حكام. احنا اتكلمنا على ضروره حمايه الحكام في القسم الثاني والثالث لان الدنيا ما فيهاش فار وفيها مشاكل كتيره في الدوري الممتاز كمان. التجرؤ على الحكام من اللعيبه والادعاء عليهم مساله برضو في منتهى الخطوره، لانه لسه فريق الاعداد ببلغنا انه لاعب من انبي يطلع يكتب على صفحته اذا كان دي صفحته او مش صفحته او هو اللي كاتب او كتب له انه بيقول ان انا خارج من الملعب سالت الكابتن محمود البنا بذمتك دي مش بنالتي؟ قال له احسب بنالتي ازاي، ده الدنيا هايجه والدنيا والعه. ده كلام من كمبدا مستبعد جدا حكم كبير زي محمود البنا يكون قاله في عاقل يصدق، لانه لو يعني البنا شاف هيحسب. لا مش هيرد على لعيب لما اللعيب يطلع يقول له كده، هيقول له ما تهيجش عليها الدنيا؟ يعني ده الرد المنطقي ولا هيكتب شكوى في اللاعب؟ طبعا. فبالتالي ارجوكم بره على فكره اللعيبه والمدربين اللي بيستخدموا السوشيال ميديا بره الاطار الرياضي بيتعاقبوا عقوبات شديده. اي لاعب يخرج بهذا الشكل ويتهم حكم بهذا الاتهام انتوا عايزين ايه تاني؟ ما يتحقق ويتشاف. لكن لو هنيجي بقى هي بنالتي ولا مش بنالتي عشان تشوفوا المعيار الواحد، فكره المعياريه الموحده. الاهلي مع بيراميدز الناس طلبت بالاولانيه فوق ضربه جزاء للاهلي ما اتحسبتش، هي نفس الشكل اللي تحت الكوره بالنسبه لياسر ابراهيم. بصوا الاثنين بنفس الشكل، الايد الكره رايحه للايد والايد بره الجسم في الحالتين، لا دي اتحسبت ولا دي اتحسبت. هنا نفس المعيار، نفس المعيار للتحكيم اللي اتكلم على كره الاهلي وانبي، الاهلي وبيراميدز، هي كره الاهلي وانبي. وقالوا ان الكره ساعت ايد الحارس اللاعب، واللاعب كان يودي ايده فين؟ ما بيحاول يبعدها. دي اللقطه المقارنه ما بين الواقعتين اللي بيتكلموا ولا اوفا ولا غيره، ان انت بتتكلم على واقع. على فكره خبراء التحكيم كلهم شايفين انه الضربتين الاثنين مش ضربه جزاء، يعني ده مش راينا احنا بس، كمان الاجماع على انه الاثنين مش ضربه جزاء. ده المعيار الواحد على فكره. ده احنا هنا في قناه الاهلي الكابتن ناصر عباس قال كده، هل دي مش ضربه جزاء قدام بيراميد؟ ما كانش لسه الواقعه بتاعت النهارده دي حصلت. ايوه ده كان بيتكلم على ان النادي الاهلي بيقولوا انه له ضربه جزاء، لكن وشرحت. يا ريت نجيب الكابتن ناصر عباس. طيب جابوا لنا الكابتن ناصر عباس الاستوديو اللي فات قال ايه في اللعبه دي. طيب نشوف الكابتن ناصر عباس في قناه الاهلي. هات لنا لعبه الاهلي وبيراميدز اللي احنا قلنا هنا، وكابتن شريف كان قال لي هنا الايد برضك نفس الشيء طالعه. البنا رد عليا النهارده ولينا ركله جزاء، وانا من هنا قلت ايه؟ نفس الشيء. يلا انا قلت ايه يا كابتن؟ هي واحده بالظبط. قلت هذا وضع ايد طبيعي، وان هنا قرار الحكم كان قرار صحيح، نفس المعيار اللي احنا قلنا ان هنا مفيش مخالفه هو نفس المعيار اللي احنا قلنا لعبه ياسر ابراهيم مفيش مخالفه. وانا هنا يعني انا سعيد ان اقول الكلام ده ليه؟ لان احنا ما عندناش اختلاف في المعايير يا كابتن عادل. صح. دي هنا الحكم شيمون ما حسبش والفار اكد على القرار، ونفس الحاله بتاعت ياسر ابراهيم ان البنا ما حسبش ولكن الفار تدخل بالقرار. اللعبتين هنا مفيش هنا مخالفه لمس الكره بايد نتيجه افتقاد المعايير
الايد لم تذهب، الايد لم تكبر حجم الجسم. حبيت اعمل مقارنه لان اللعبتين دولت مهمين جدا جدا. يعني الحمد لله ان الكلام ده كان سابق لده. ايوه. والكابتن في قناه الاهلي قال دي مش ضربه جزاء. فيعني عايزين بس تتلكك. شوف الكابتن سمير عثمان اللي عادي يتلكك. هيتلكك. نشوف الكابتن سمير عثمان كخبير تحكيمي عن واقعه الاهلي وانبي النهارده. نتفرج على الحاله مطالبه انبي لركله الجزاء عشان الكره فعلا جت في ايد لعيب نادي الاهلي. الكره جت في ايده الشمال بنسبه 100%. ده من اللايف، احنا بنشوف من اللايف عندنا لعيب النادي الاهلي رايح على الكره قصاده مدافع مهاجم امبي، واحنا هنا طبعا بنسبه كبيره جدا الكره جت في ايده بنسبه 100%. يبقى عندنا في الكره جت في اليد اليسرى للعيب النادي الاهلي داخل منطقه الجزاء. نقف هنا بحاجتين بقى. عندنا اعتبارات كتيره من ضمنها طبعا عندنا التعمد وعندنا مكبره الجسم ولا مش مكبره الجسم وجايبه حيز كبير من جسم اللعيب، يبقى في ركله جزاء، او لو الكلام اللي انا بقوله ده مش موجود يبقى مفيش ركله جزاء. زي ما احنا شايفين في كره جت في الايد. نبص على اللعبه دي مرحله مرحله، الكره جايه لعيب نادي امبي وطه، حتى هذه اللحظه الكره ما جاتش في ايد لعيب النادي الاهلي. اللي انا بقوله ده انا بشرح حاجه على الشاشه، اللي هيقتنع يقتنع، يعني احنا مش هنرغم حد يا كابتن بريم انه يقتنع. الكره جايه كده في ايد لعيب النادي الاهلي، اول ما لها جايه في ايده ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا شادي؟ ابتدى يحاول يبعد ايده، ابتدى يحاول يبعد ايده. الايد دي طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي هي في حيز جسم الانسان، يعني لا يمكن اي لعيب يقدر ولا ينط جامب ايديه ورا ظهره ولا يبقى مثبت ايديه. الكره ايده هي داخل جوه جسمه، ابتدى يبعد ايده، لكن بعدت ايده ده الكره اصطدمت. يعني هنا بالمعنى اللي احنا شايفينه ده الكره جت في ايد لعيب النادي الاهلي داخل منطقه الجزاء، لكن لا يعاقب. ليه لكن يعاقب؟ بالشرح اللي انا قلته ده، الكره هو شايفها جايه بيحاول يتفادى وصول الكره لايده بس اصطدمت، يبقى هنا خلاص هنا وضع طبيعي للايد ولا تحتسب ركله جزاء. كلام مش هيعجب ناس كتير لان الحق والحقيقه ساعات بتضايق الناس، مش ساعات، عاده بتضايق الناس اللي هي ايه؟ ادعمني في الباطل. ادعمني في الباطل. ادعمني في الباطل. طيب خلينا نشوف النهارده اداء الاهلي مع الانبي في كتير من الايجابيات. واحده من الايجابيات كانت مشاركه اللاعب مصطفى سعد. مصطفى سعد لو تفتكروا في ناس طلعت فاتت وحسمت ان الراجل مش قابله ومش شايفه ان هو مناسب وانه مش عايزه و و و ورفضه تماما وما بيتمرنش مع الفريق، كل الكلام ده اتقال للاسف. لغايه لما الراجل حتى مارسيل كولر طلع قال لهم يا جماعه انا ما بعملش احاديث صحفيه وكل اللي بيتكتب عني وبيتقال عني كلام مش صحيح. طلع بنفسه النهارده مصطفى سعد يشارك في المباراه كبديل، ولسه الناس بتالف وبتهري وبتكذب. مستر مارسيل كولر بعد المؤتمر او بعد المباراه في المؤتمر الصحفي لمباراه انبي وتقييمه لاداء الاهلي في المباراه والفوز 2-0. الشوط الاولاني كان يعتبر الى حد ما متكافئ شويه، احنا كان قدروا ان هم يخلقوا بعض الخطوره عن طريق الضربات الثابته، الكرانر، الاوتات، عن طريق بعض الهجمات المرتدة، مش خطورة كبيرة قوي لكن كان في بعض المحاولات منهم. أما إحنا كنا بدأنا الشوط كويس وخلقنا فرص كتير وضيعنا فرص كتير في الشوط الأولاني. Wichtig war für uns, dass wir Geduld zeigen, dass wir, ich habe gestern schon darüber gesprochen, dass wir geduldig bleiben müssen, dass wir nicht nervös werden dürfen. وإحنا كان مهم إن إحنا نظهر الصبر في ماتشات زي دي، بتحتاج الصبر وإن أنت تكمل ما تهمتش. وده الكلام ده انا قلته امبارح للعيبتي وان انا اتكلمت معاهم ان احنا لازم الماتش ده مفتاحه الصبر وعدم الزهق بسرعه. Und dass wir, und ich habe das in der Pause nochmals betont, dass wir das weiter durchführen müssen, dass wir weiter nach vorne spielen müssen, dass wir nach vorne provozieren müssen, dass wir den Raum in der Tiefe attackieren müssen. وانا اتكلمت مع اللعيبه بين الشوطين اكدتهم نفس الكلام، قلت لهم انا مش عايز ان احنا نريح نهمد نزهق، بنكمل بنضغط بنزعج المنافس مره واثنين وثلاثه وعشره ما نزهقش، الجون جاي
اهم حاجه ان احنا نلعب الكور البينيه، الكور في ظهر مدافعين، نلعب عرضيات، نفضل في محاولات مستمره ما نزهقش مهما الامر طال. Und das haben wir dann mit den zwei Toren von Offshore hervorragend, wie er da den Ball nach vorne mitnimmt und das Tor erzielt. Und nachher die Enge eigentlich auch, dass er mit seiner Power, dass er nicht nur abwartend spielt. Ich habe gesagt, dass er mehr bringen kann, dass er mehr dann auch Ball verlangen soll und hat das hervorragend umgesetzt und schönes Tor gemacht. Und بعدين اتكافئنا جهودنا والفرص الخلق كتير اللي احنا خلقناها ان احنا نجيب جون الاولاني. جابوا قفشة بشكل جميل جدا، خد الكرة واستلمها وراوغ وحط الكرة بشكل كويس قوي، واللعبة نفسها احنا متمرنين عليها كتير. اما الجون الثاني طبعا جون ديانج بالباور اللي عنده قدر ان هو يجيب الكرة، ودي بالظبط الحاجة اللي أنا بتكلم مع ديانج بقالي فترة فيها، والنهاردة بالذات بين الشوطين أكدت عليه إن إحنا عايزين منه اللي هو عمله بالظبط في الجون ده، إن هو يستغل الباور اللي عنده إن هو يقدر يخش ويقتحم ويظهر لزمايله ويستلم الكورة ويطلع لقدام. Und wir sind dann schlussendlich froh, dass man das Spiel gewinnen konnte. Ne? Und es war nicht einfach. Und die vergangenen Spiele haben ja gezeigt auch, dass gegen sie schwierig ist zu spielen und dass andere auch Probleme hatten, da ein gutes oder einen Sieg zu erreichen. وفي النهاية أنا سعيد جدا بتحقيق الفوز، ما كانش فوز سهل، واحنا شفنا الماتشات اللي فاتت بالنسبة للمنافس إن هو فريق صلب دفاعيا، صعب اختراقه، ناس كتير ما قدرتش انها تفوز عليه السنة دي في الدوري غيرنا، فكان مهم ان احنا نحقق الفوز ده رغم صعوبته. يعني هو مستر كولر لقطت انا منه كذا حاجة يعني عجبتني. انه قال انا قلت لعبتنا الصبر، طالما ان احنا بنفكر في تكتيك معين نكرره مرة واثنين وثلاثة ونضغط لحد ما بتجيلنا اللحظة اللي نستفيد من هذا الضغط بكورة زي ما حصل في جون بتاع قفشة. وجاوبني أنا شخصيا وأنا بقول لك هو إزاي ديانج خد القرار ده إنه يخترق؟ ما هو أنا نفسي يعني سألت وإحنا قاعدين هنا، فقال أنا قلت له عندك باور، هتجيلك لحظة هتكتشف إنك ممكن لو اخترقت تعدي. فهو نفذ هذا الكلام ونجح انه يعدي، وده بيقول لك ان تبتدي تستفيد من قدرات لعيبتك وتخلق عندها ثقه معينه انها تستفيد من مهاراتها وخصائصها. ولذلك النهارده يعني ممكن يكون رد فعل قفشه في الجون اللي جابه انه مستنيه بقاله مده عشان يروح صالح الجماهير ويقول لهم احنا بخير واحنا كلنا ايد واحده و لا، الماتش ده الحقيقه مهم جدا ومكاسبه كتير، مش بس لانك طول ما انت بتكسب فرص انك تستفيد من تعثر المنافسين قائمه، مطلوب من النادي الاهلي ان يوصل انتصاراته. تعرف تاكيدا لكلامك ده اللي ترجم او ده اللي فسر ليه مستر كولر راح على اليو ديانج وخده بالحضن بحراره شديده بعد ما استلم جايزه مان اوف ذا ماتش رجل المباراه. كان فعلا فرحان بيه جدا، تاكيد للي انت بتقوله، انه قال له ان في لحظه هتجيلك اخترق وكمل. انت ممكن تبقى بتعمل مجهود كبير وممكن تبقى بتنفذ اللي عايزه المدرب، لكن ربنا كافئك ان يترجم هذا الامر في انك تحرز هدف مهم بطريقه صعبه وجميله وخاصه بيك انت بخصائصك. يعني اي واحد ما عندوش الباور والمهاره بتاعت الاختراق بتاعت ديانج مش هيعدي كده. فده اللي بسط كولر انه قدر ينبه لعيب ان عنده ميزات يجب ان يستفيد منها. اهو ديانج وفي النهايه كولر مبسوط معاه ومحتفل معاه بالجايزه. اديك ربنا كافئك انك خدت مان اوف ذا ماتش. ديانج لعيب مهم قوي. كل لعيبه الاهلي والنبي صدقني يا استاذ ابراهيم حتى اللي زعلانين منهم النهارده ادوهم فرصه شوفوا لما يفوقوا هيعملوا ايه. ده كلام مهم جدا. الاهلي نظم نفسه كتير. الاهلي نظم نفسه علشان كده الدنيا فرقت. ده راي مهم كان للدكتور طه اسماعيل شيخ المحللين في التفسير ليه مستوى الاهلي في الطالع بالشكل ده. نشوف.
النادي الاهلي نظم نفسه بشكل كويس جدا، انتشار جيد، ثم استخدم المسارات في الهجوم من العمق، افشى من السوليه، انتشار انفراد، راس الجول وسجل هدف. ديانج من العمق فاد فردي بطريقه فرديه وسجل هدف رائع جدا. من الجنب عبد القادر من ناحية الشمال مر اكثر من مره من ناحية الشمال وصلح لقفشة سددها عاليه وصلح واحده عرضيه ما لهاش ما حدش قابلها زي دي اهي. بالظبط. فمسارات الهجوم كلها استخدمها النادي الاهلي من العمق ومن الاجناب، ثم الاستحواذ الجيد نتيجه الانتشار، ولذلك كان هو مسيطر على الكره اكثر، وفي نفس الوقت الحده البدنيه كانت موجوده في كل كره مشتركه، كان النادي الاهلي اكثر استحواذا لها عن الشوط الاول، وبان بالشكل الحقيقي او المستوى الحقيقي للنادي الاهلي في الشوط الثاني، وبان النادي الاهلي كان ممكن يسجل كمان اهداف اكثر من هذا. وانا اعتقد ان المباراه كانت قويه جدا، لان الشوط الاولاني انبي كان خصم عنيد، فالنادي الاهلي الحقيقه هاجم من كل الاجناب واحتفظ بالكره في نص الملعب في بعض الاوقات على اساس ما تضيعش الكره منه، واستحواذه اصبح جيد جدا. اعتقد ان النادي الاهلي عبر عن نفسه تعبير رائع جدا في الشوط الثاني. فالمباراه يعني ليست مباراه سهله كما الناس تتصور، ولكن النادي الاهلي قدر يحسمها في الشوط الثاني بشكل جيد جدا. صحيح. طيب الشيخ طه وانا ما شفتوش بيتكلم باريحيه بقالي مده. كان قلقان. لكن الماتشين الاخرانيين في ايجابيات كتيره، اهمها في رايي ترجمه التفوق بتاعك وفارق المهارات لصالح النادي الاهلي في تحقيق نتائج ايجابيه. لان انا في ماتشين من الثلاثه اللي تعادلناهم استاذ ابراهيم ما كان ينبغي ان احنا نتعادله. ماتش ضيعنا فيه ضربه جزاء امام فيوتشر وهو بيلعب 10، ما يصحش ان الماتش ده لو مشيت الامور طبيعيه ان احنا كنا هنكسبه، بدليل انك انت ضيعت ضربه جزاء في العارضه. واخر ماتش امام فاركو انك انت يبقى لك استحواذ كاسح وحاجه و20 كره عرضيه وحاجه و30 محاوله على المرمى، اذا هو كان في تفوق لم يترجم. لما يترجم التفوق ده الى اهداف يبقى بتكسب الماتشات. انت دلوقتي الماتشين ورا بعض بتحقق ثلاثيه في ثنائيه. فده برضو نرجع نقول ايه، احنا بنقول لفرقتنا غطوا الجول، ما هو هم قاعدين يغطوا الجول، لكن لم يكن هذا يتحقق في ماتشات خسرناها مش لاننا وحشين، لكن ما كانش في ترجمه حقيقيه للسيطره واستغلال للفارق المهاره الفرديه اللي احيانا بتبقى هي الحل. يعني في التجدس اللعيبه ممكن تبقى المهاره الفرديه هي الحل، لكن طول ما احنا الجماعيه والمهاره الفرديه موظفه في اطار الجماعيه ما تخافش على الاهلي. ما تخافش على الاهلي. ما تخافش على الاهلي خاصه لما الاشاده تيجي من قبل المنافس، وواحد من كبار نجوم نادي الزمالك كابتن فاروق عفر. نشوف حضرتك كنت واقف عند الخبرات اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي، هو النهارده الفرق بشكل كبير جدا، حتى عملنا مقارنه بين فريق انبي وفريق النادي الاهلي، هتلاقي الخبرات في صالح النادي الاهلي. الاحتكاك والاستمرار اللي وجوده في الملعب وان اللعيبه بتدوس في الملعب لصالح النادي الاهلي، التنظيم والخبرات في اللعيبه دوليين او لعيبه بتلعب في ابطال الدوري بيلعبوا في المباراه على المستوى الاعلى هتلاقيها للنادي الاهلي. التنظيم النهارده او مدربين كتير اجانب يشتغلوا مع لعيبه النادي بيكتسبوا منها الخبرات. النهارده النادي الاهلي خبرات اللعيبه، الخبره ليها ثمن اذا فعلت الخبره، بمعنى ان انت تكون صاحب قرار وحاسس بامتك وانت بتنفذ الخبره. يعني الباص اللي عمله عمرو السوليه لقفشه الاثنين عندهم الخبره عشان يتحرك ويقطع، يعني قفشه قطع جاي من الكوره وهو وعمرو السوليه حاطط له الكوره، حاطط له الكوره قدامه، ما خلو لو وقفها قفشه خلاص ما تبقاش هجمه، يعني هنشوفها تاني لو وقفها قفشه ما تبقاش هجمه. ادي الكوره بص لو قفشه كمان مش هيرقصوا ويجيب جول، دي الخبره والتفصيل، دي الخبره والتفصيل، والتفصيل كمان الكوره خارجه قوه الكوره ايه، ارتفاع الكوره ايه، الكوره رايحه فين اللي عمرو السوليه عاملها حاطها له في مكان الكوره على الارض في مكان فاضي يقدر يجري قفشه بالسرعه بتاعته. لو رجعنا ليانج بقى هنشوف اللعيبه ساعدته، وهو كان الكابتن طه بيتكلم على الاداء الحركي للي ادي يانج بعد ما يروح بالكوره، هنشوف اللعيبه اللي اتحركت فتحت له الخطوط،
الخط ده اتفتح الخط الثالث. هم دلوقتي احنا بنتكلم هو عدى خط ادي ثلاث خطوط ادي هو هياخد الكره يروح بيها. بص بقى هنا شريفي ما عدى راح فاتح المسافه دي اتفتحت خد داس على الكره راح هو انفراد. الاداء الحركي بتاع اللعيبه اللي وسعت له الخبرات والاداء الحركي ساعد المهاره الفرديه لعمرو السوليه ان يرسل تمريره. يا استاذ ابراهيم انا موافق كابتن فاروق متقنه في قوتها ودقتها من ممكن كانت تطول لكن انت سلمتني في رجلي عشان اجري بيها وارقص. فكان في توفيق في حسن تقدير في قرار. وانا كنت بقول ان انا شايف ان كانت نقطه الضعف في الماتشات اللي ضاعت مننا سوء القرار. سوء القرار مش لا المجهود ما كانش حد باخل بمجهود ولا فكره ان انت الرغبه في الفوز لكن القرار كان في تسرع كان في نوع من تشوط وقت ما ينفعش تشوط ووقت ما يجب تشوط ما بتشوطش وفرديه في او تباصي الواحد كان المفروض تجيب الثاني الحركه بكوره بدون كوره قرارات غلط القرار كان ما كانش حلو. اعتقد ان ماتش وانا قلت لك هذا الكلام انا فرحتي بالفوز على بيراميد انها هتدينا فرصه ان احنا نرجع الاهلي اللي احنا بنحبه او نرجع الاهلي اللي احنا بنحبه. والدليل على كده طريقه تعبير قفشه المره دي لما جاب الجول فرق كبير جدا. يقول لك فرق بين موقف الاهلي في هذه المباراه اللي كان يعني متضايق ومش عايز يروح يحتفل ودي لما راح يحتفل. هو ده الفرق اللي بيلخص لك ان احنا معنوياتنا كانت عامله ازاي وهنا معنوياتنا كانت عامله ازاي. وده اللي استحق معاه قفشه كلام الزميل ابراهيم فايق. نشوف بص بقى احتفاله يا دكتور طه. كابتن فاروق كابتن شادي وانت عارف القصه قفشه كان عنده ازمه في الفتره اللي فاتت مع جمهور النادي الاهلي يقلع التيشيرت بيحطه على راسه وراح يحيي جمهور الاهلي كما لو انه عايز يقول لهم على راسه من فوق الاهلي على راسه من فوق وانتوا على راسي من فوق وما احبش ازعلكم ابدا وما احبش في يوم من الايام يبقى في ما بيننا وما بين بعض حاجه. اللقطات اللي شبه كده بتبقى مهمه لانها بترسخ في ذهنيه الجماهير باستمرار انه ما فيش حاجه اكبر من الاهلي. ما فيش عمر الناس تاريخ كبير جدا 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 بيتعمل اللي بيعمله هو الاهلي. هو ذكاء منه تعبير جدا رائع. جدا تعبير رائع جدا. قفشه كان لازم يعمل كده. انا يمكن قلت قبل كده في البرنامج ما فيش جمهور الاهلي ما بينفعش معاه غير ان انت تقول انا اسف. انا وعملها في الوقت اللي مسجل فيها هدف الاول هدف الافتتاح وده مهم جدا بالظبط. في حاله الرضا موجوده حاله قبول موجوده نعم. فرد الفعل هيبقى كويس. قفشه نعم. برافو عليه بصراحه وهو ده اللي ممكن ده اللي انا متعود عليه دايما من قفشه الحقيقه انه يكون عنده من الذكاء في التعامل مع الامور دي. انا مبسوط جدا جدا باللي عمله قفشه النهارده لانه سيناريو انا فكرت فيه. فاكر الماتش اللي كان قفشه متضايق فيه وضيع لا اللي هو ما خدوا اكرم عشان يحتفل وكان باين ان هو ايه مش رايح بسعاده يعني فانا يعني جت فرصه ان انا كنت بتكلم مع كابتن اسلام الشاطر فبقول له قفشه ما خدش باله ان دي تمنها غالي قوي عند الجمهور وقفشه اللي الجمهور حطه فوق راسه وفرح بيه كما لم يسعد باحد لدرجه كان الناس بتقارن بين جونه وجون الكابتن ابو تريكه في الصفاقسي. وبقول قلت له ايه؟ قال لي والله عندك حق وانا نفسي يعني نبهت كده قلت له لا هي في قفشه في الاخر انه على فكره الجون ده لما نعيده يا جماعه قفشه واخد القرار بالجري. اتفضل. قلت له قفشه هو الوحيد لما يهدى كده ويتفرج على نفسه انا متاكد بلاش متاكد اتمنى ان هو يحسن تعبيره بالفرحه مع الجماهير يعمل ايه هو عارف هيعمل ايه عشان يصالح الجماهير دي. فلقيت النهارده كابتن اسلام بعد الماتش كلمني قال لي شفت قفشه؟ قلت له عمل ايه؟ قال لي انت مش كنا بنتكلم وتقول اتمنى قفشه يعمل كذا كذا؟ قال لي تصور
قلع الفانيلا حطها فوق دماغه وراح للجمهور. قلت له يبقى اذا قفشه هو ده، قفشه بتاع النادي الاهلي الذي ادرك بتاع القضيه. ازاي ازاي انا احول غضبي الى طاقه ايجابيه تفيد الفرقه وتفيدني. فهو ادرك حقيقه علاقه الجمهور بيه. صحيح. واستطاع النهارده مكاسب قفشه والنادي الاهلي كثيره جدا من هذا الهدف الذي احرزه الكابتن قفشه، انه رجع الناس تاني لثقتها في فرقتها وفي لعيب مهم زي الكابتن مجدي قفشه، وان دي كانت سحابه، كل اللعيبه كانت في سحابه وعدت. ده مهم جدا، بس انا عايز اقف معاكم الكره من اولها خالص. لا من اولها خالص اهي، بص قفشه، بص قفشه هتلاقيه واخد القرار، شايف اهو بدا يجري، هو من هنا واخد القرار انه رايح طالب الكوره. بالظبط، عايزها. فاكر الماتش اللي قلت لك لو قعدوا ينقلوا بالعرض مش محدش بيطلب الكوره. قفشه يعني املى القرار، بص على كابتن السلية وكانهم متفقين على حاجه. بصوا الكره رايحه للسلية، السلية اللي عامل اهو نفسه يجري يجيب جون حسين الشحات، وقراره هو مجهزه اهو انه يروح للجمهور عامل ازاي. قبل ما ده يلمس قفشه خد القرار بان هو يدخل، ولذلك سبق المدافع. هو طبعا ما كانش واخد القرار ما كانش سبق المدافع. وما كانش حصل الكره في التوقيت ده، وما كانش رقص بالاريحيه دي. واحد متنشأ على الهدف وفاهم هو مع زمايله اللحظه دي هتيجي ازاي ويستثمرها ازاي وهيعبر عنها. شوف ازاي كل همه دلوقتي صالح جمهوره اللي حبه كما لم يحب احد. طيب، واحنا والكره وفانيله الاهلي على راس قفشه يا جماعه، الكلام المهم من اللقطه دي ايه لجمهور الاهلي بقى اللي جاي؟ احسن اللي جاي، خدوا بالكم اللي فات ده كان بفعل فاعل، صدقوني اللي حصل من هزه اللي فاتت كانت بفعل فاعل، كانت نتيجه حملات ممنهجه، كتائب شغاله، ناس عارفه تضرب الاهلي فين. ضربت الاول في علاقه الاهلي كولر باللعيبه لغايه لما الراجل طلع كذب ده بنفسه. علاقه اللعيبه بالنادي، مش عايزين يجددوا، فلان عايز يروح وفلان عايز يجي، برضو رغي كتير. شويه في علاقه الاداره باللعيبه، ده مش عايز اللعيب الفلاني و و و، وكله اتضح انه كلام كذب. اتهام لاداره النادي اصله بخلانه ومش عايزه تجيب صفقات، لغايه لما الاهلي هو اللي بيجيب صفقات وغيره ما بيجيبش. بصوا كل ديت كانت افعال شيطانيه ممنهجه من كتايب. قلنا لكم يا جماعه الاهلي مستهدف بشده في الحاجات ديت، الناس شغاله بمنهج، الناس شغاله بمنهج وبيقول لك ادعموني في الباطل، ادعمونا في الباطل، لكن انت في الحق محدش عايزك تدعم فرقتك. عمل ايه الاهلي لما اتقال انه الراجل الخواجه له ملاحظات على ارضيه ملعب؟ ادعموني في الباطل ده مش كلامك. الاخرين، انت بتنقل كلام الاخرين. طبعا بقول لكم دول اللي بيقول لك ادعموني في الباطل، لا يا سيدي، ادعموا الاهلي في الحق، في الحق فقط، لانك انت بتتكلم على اداره حاولت توفر للفريق كل احتياجاته، والمهندس عاد يتكلم في حدود المسموح به ما يتم من تدعيماته والخريطه ماشيه ازاي. لكن كمان وانت حل مشاكل الجماهير في الدخول والسماح للجماهير انها تدخل بادوات التشجيع، وان ما دام جمهورنا ملتزم ومنضبط وبينفذ كل التعليمات المطلوبه منه من المسؤولين، حقه يعامل معامله كويسه، حقه يدخل بادوات التشجيع بتاعته، حقه يعيش الفرحه مع فرقته، حقه يعبر عن حبه للاهلي ودعمه للاهلي ومساندته للاهلي. مستر مارسيل كولر تحفظ على ارضيه ملعب السلام وطلب يروح استاد القاهره، الاداره نفذت ده بقدر الامكان. صحيح ان النهارده تلعب في ملعب امبي اللي هو المقاولين، اصل ده ملعب، لكنك انت في كل الاحوال بتنفذ للفريق لاحتياجاته. ده ملعب انبي، الماتش ده ماتش انبي. انا بقول لك انت بتلعب. هو في نقطة بس مهمة يا استاذ ابراهيم، بما انك فتحت سيرة الملعب، حاجة تضحك وتضحك جدا يعني. اشمعنى الاهلي يطلب ويغير ويقولوا له ده انا محدد ملعبين، الاستاد هو ملعبي بالظبط، وسلام ملعبي، ما غيرش. من حقي ان انا اقول هلعب على اني ملعب الف او ب، انا ما رحتش لملعب غيرته.
هم ثلاث نقط يا جماعه مهمين في الحدوته دي. رقم واحد ان الاهلي استاد القاهره ده الملعب الثاني له فمبدئيا ما غيرش. رقم اثنين انه اللاعب تدي اداره المسابقات الحق في تغيير الملعب اذا اعتضت اي ضروره تراها في اي وقت دون الرجوع للفرقتين. دي ناحيه. الناحيه الثالثه هي دي اول مره؟ احنا عرضنا لكم 10 15 حاله السنه دي والسنه اللي فاتت تم تغيير الملاعب قبل المباراه بيوم لبعضها للفرق المعترضه. المعظمه للفرق المعترضه. لكن على فكره فوز الاهلي على بيراميدز الثلاثيه المهمه ديت اسعدت كل الناس وفتحت الطريق طبعا لمباراه انبي النهارده. لكن الزميل والاعلامي المتميز تامر امين كان له راي في راي المحللين بالذات بعد مباراه الاهلي وبيراميدز نسمعه. طبعا جمهور الاهلي امبارح كانت ليله سعيده. الاهلي كسب بيراميدز اللي بينافس على الدوري وبنتيجه عريضه 3-0. فكانت ليله اهلاويه حمراء بامتياز. نتيجه ولا اروع. التكتيك اللي عامله كولر كويس والذكاء بتاع انه فهم طريقه لعب بيراميدز وطريقه تفكير تاكيس جونياس الراجل المدير الفني اليوناني لبيراميدز. قال له انت مش عايز الكوره؟ خد الكوره. مش عايز الامتلاك والاستحواذ؟ الف هنا وشفا على صحتك. خد انت الاستحواذ واديني انا الثلاثة بونت. خد انت امتلاك الكوره واديني انا الاهداف. وده اللي حصل. الاهلي ساب الكوره لبيراميدز تنقل وتبعت وكذا يمين وشمال والاهلي يروح تك وسلام عليكم ويرجع الجون. قمه الفاعليه والبراجماتيه اللي هي العمليه ان انا ابقى عملي وبراكتيكال. فالحقيقه انه التكتيك اللي عمله كولر امبارح كان تكتيك رائع. يعني انا بقول لكم هذا الكلام وانا مسؤول عنه. الماتشات اللي انتوا هاجمتوا فيها الاهلي اللي لعبها قدام فاركو وقدام سموحه الكوره ما كانتش عايزه تخش. وكان محمد بسام اللي قلب بوفون مره واحده في الماتش ده خلاص هو قصه الكوره مش هتخش. معنى كلامي انه يا ايها الاشاوس المحللون اللي انا كنت مستنيهم امبارح عشان اشوفهم بعد ماتش الاهلي وقعدوا يتغنوا في الاهلي وادي الاهلي وعوده الروح وقعدوا يصلخوا الاهلي لما تعادل 1-1 مع فاركو ومع مش عارف ايه مع ان الاهلي كان يستاهل يكسب 4-5 في الماتشات دي. المحللين بالنتائج ارجوكم ما تسمعوا لهمش، دول ناس ارزائي التحليل. ارزائي التحليل. اللي بيحلل يحلل 90 دقيقه، يحلل فرص، يحلل اداء، يحلل قدره الفرقه على بناء الهجمات والوصول للمرمى الخصم. لو كل ده تحقق تقول الفريق ادى كويس بس التعادل هو كان النتيجه لانه كان في عدم توفيق. مش بنحلل كسب كسب هي خسر خسر وحش. انا حاول بس اخر جمله قالها لان دي بتلخص ما هو المطلوب من التحليل الحقيقه. التحليل الانطباعي ان انا اقول لك الفرقه فيها حاجه غلط، وصل اللعيبه دي ما ينفعش تعدي من جنب سور النادي، وصل مش عارف اللعيبه دي ده تحليل انطباعي ما بنقولش فيه حاجه. كلام يعني بيتقال في القهاوي كده بين الناس وبعضها. لكن التحليل الحقيقي بتحلل 90 دقيقة، بتحلل أداء، وبتحلل تحركات، بتحلل تكتيك، بتحلل أسباب ضياع الفرص، بتحلل القرارات الغلط والقرارات الصح اللي اتخذت في المباراة. ده التحليل. أما إن إحنا نقعد نقول انطباعاتنا وكل واحد يقول رأيه، اللعيب اللي مش عاجبه يقطع فيه، واللي عاجبه يلتمس له العذر، هذا ليس تحليلا. ده كلام مهم جدا في فلسفة التحليل وأهدافه. لكن أهداف الأهلي الثلاثة الجمال في مرمى بيراميدز يمكن الناس اللي ما كانتش سمعت المباراة بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني، ناس كانت سمعت بصوت مدحت شلبي. شوف بقى متعة الأهداف. آه طبعا مدحت شلبي الراجل كان متأثر بحتة إن الأجوان جاية في بيراميدز وكانت واضحة جدا طول المباراة. لكن الكواليني شوفوا الروح الراجل بيستقبل بيها الأهداف وبيعلق بيها. نشوفه. ادي هانيب لما كورته حلو لعب عرضية حلوة والساند اب تصل لهانيب ترجع ورا عمرو السريب على الشمال مرة ثانية تصل ناحية علي معلول لسه علي علي والساند اب عمرو السريب والتصويبة الصاروخية جول جول
الهدف الاول، الهدف الاول، تصويبه صاروخيه قاعده صواريخ متحركه بقدم مين؟ بقدم ابو ليلى، ابو ليلى عمرو السليه يولعها نار، يشعللها نار هنا في استاد القاهره الدولي. التصويبه الصاروخيه دينا 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 غير عاديه. عمرو السليه يسجل الان الهدف الاول، هدف التقدم للنادي الاهلي في الدقيقه مشاهدينا 19 من زمن الشوط الاول، واول اهداف النادي الاهلي في الدوري المصري في هذا الموسم من خارج منطقه الجزاء. حاجه غريبه، حاجه عجيبه، ده اول هدف بتصويبه قويه في الدوري المصري في هذا الموسم بالنسبه لنادي الاهلي، ولكن عمرو السليه يعملها تاني ويسجل هدف بذكريات لقاء الناديين في النسخه الماضيه في العام الماضي، برضه سجل هدف في مرمى فريق بيراميدز في الدور الاول في الموسم الماضي. اربع ضربات ركنيه للاهلي مقابل 8 لفريق بيراميدز. الشحات والراسيه حلوه، الهدف جول، الهدف الثاني، الهدف الثاني، هو 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 ابو ليلى، نب الشباك، نب الشباك، النهارده عمرو السليه يعملها ثاني ويسجل الهدف الثاني بضربه الراس الذهبيه. يا الله يا الله يا الله، الاثاره والجمال، بل كل الجمال، المتعه اليوم في لقاءات اليوم، الرقية بقدم حسين الشحات والراسية الذهبية، الراسية الدواء من عمرو السليه يحطها هناك في البعيدة في الزاوية الصعبة المستحيلة على أحمد الشناوي عشان النادي الأهلي يعملها تاني ويسجل الهدف التاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة. فرحة فرحة فرحة، الليلة النهاردة الليلة حمراء، الليلة النهاردة ليلة حمراء، فرحة كبيرة وسعادة كبيرة وسعادة غير عادية لكل العاشقين والمحبين لأبناء الجزيرة. الأهلي اليوم يضرب فريق بيراميدز بهدفين حتى الآن في المباراة. ناحية أليو ديانج على اليمين، حسين الشحات وانطلاقاته، حسين الشحات ومهاراته وعرضية تعدى والهدف جول جول جول، الهدف الثالث، الهدف الثالث، عرضية بقدم حسين الشحات تغير اتجاهها وتهز الشباك هز عشان النادي الاهلي يسجل الان الثلاثية، الثلاثية في الدقيقة الثالثة بلس 90 من نهاية المباراة بقدم النجم حسين الشحات. حسين الشحات، الاهلي اليوم متقدم متفوق بالثلاثة. هذه العادة مرة تانية، هذه البصة الحلوة، هذا التحرك الروعة من حسين الشحات والرؤية والعرضية تيجي في قدم احمد سهيمي وتغير اتجاهها عشان تهز الشباك هز عشان تعلن الان عن الثلاثية بالنسبة لنادي الاهلي. الاهلي بالثلاثة متقدم متفوق وفوز كبير باداء كبير، فوز كبير باداء كبير. والاهلي مشاهدينا يصل الان للنقطة 27 وينفرد الان بالمركز الاول في ترتيب جدول الدوري ويحقق فوز جديد، هو الفوز يعتبر التامن للنادي الاهلي في الدوري المصري. كان هذا الفوز إدانا بتغيير امور كثيرة داخل الفريق. نجوم عادة تألقت، حسين الشحات، محمد هاني النهارده، أفشة وعمر السليم الماتش اللي فات، ديانج النهارده، أحمد عبد القادر في انتظار شريف بإذن الله بيتحرك كويس جدا، ناقصه شوية توفيق، حتى شادي محمد، شادي حسين، حسين لما لعب الشوط الأولاني جات له ثلاث فرص هو مش موفق فيهم. أيوه إنما لحرصه الشديد على انه يجيب جون فكان بيحاول ان هو يوجهها، مع ان هو لو لعبها كان تملي ماجوسي يقول لك تيجي لك كده عكس الاتجاه وهو بقوه هتخش. هو عايز يركنها مره كده ومره كده بقى تيجي جنب العارضه. ده نموذج ايمن شوقي عكس كده جون. لا واسامه حسني، اسامه حسني الحقيقه ده في كوره نزل بعد دقيقتين جاب الجون راح لمانويل بيشاوروا البعض، قلت لك كده وهو قال له انا لعبتها. يعني الحقيقه
يعني ما يحدث للأهلي الآن وكأنه يعني استعادة لأمور منطقية. أنت ابتديت الموسم ببناء معين ربما تكون في طريقك إلى تحقيق الحصاد منه. طيب انطباعات مستر بإذن الله يعني. انطباعات مستر مارسيل كولر بعد الفوز على بيراميدز، إيه أسبابه وإيه ظروفه في المؤتمر نشوفه. Wir freuen uns mal grundsätzlich über den Sieg. أكيد فرحانين بالمكسب النهاردة. Ich denke, wir haben heute ein sehr diszipliniertes Spiel gezeigt. إحنا ورينا ماتش كنا منظمين جدا وأظهرنا فريق منظم جدا النهاردة. Und wir wussten, dass Pyramids eine gute Mannschaft hat, dass die gut spielen können. وإحنا عارفين إن فرقة بيراميدز فرقة كويسة جدا وعندها لعيبة كويسة قوي على أعلى مستوى. Und es ist an uns sicher entgegengekommen, dass wir 1-0 mit einem herrlichen Schuss von Zlay in Führung gehen konnten. وطبعا إحنا كنا نستحق إن إحنا تقدمنا في النتيجة بشوطة رائعة جدا من عمرو السولية. So konnten wir eher ein bisschen defensiver spielen und sie anrennen lassen und dann. وده كنا مخططين له إن إحنا نبدأ نجيب جون في البداية وبعدين نبدأ إن إحنا ننظم نفسنا أقوى جدا دفاعيا، نقفل المساحات ونخليهم هم اللي يقعدوا يجروا ورا الكورة ونرهقهم طول المباراة. Und ich denke, wir haben dann in der zweiten Halbzeit noch bewusster verteidigt, noch enger gestanden und so dann den einen oder anderen Konter ausführen können. وقدرنا ان احنا في الشوط الثاني كمان اتحسننا، كنا اكثر صلابه، كنا منظمين اكثر كمان، المساحات بتاعتنا كنا مقفلينها تماما، ما سمحناش باي فرص علينا، وقدرنا ان احنا نستغل الهجمات المرتده زي ما احنا كنا مخططين بالظبط. Und ich denke, das ist wichtig auch für die Spieler zu wissen, dass wir auf der einen Seite noch vorne spielen können, aber dass wir auch bewusst und in der Gruppe gut verteidigen können. وده كان مباراة مهمة جدا عشان اللعيبة تدرك ان فريق كبير مش بس بيلعب لقدام وده اللي احنا عايزينه وندور عليه، لكن كمان يعرف ازاي يقف، ازاي يدافع، ازاي يقفل مساحات، وازاي ما استقبلش اهداف. دي سمات الفرق الكبيرة وده احنا اظهرناه النهارده الحمد لله. يا also auf der einen Seite war Shetty war angeschlagen, also darum haben wir den Wechsel gemacht. Und Sheriff hat es dann nachher gut gemacht, weil wir haben die zwei Innenverteidiger stehen lassen, haben dann den Siebener, den Sechser eigentlich gut abgedeckt und das hat Sheriff gut gemacht, hat defensiv da gut zugestellt, aber auch nach vorne auch immer wieder für Entlastung gesorgt. هو أنا بين الشوطين حسيت إن شادي ممكن يكون مش قادر شوية فعشان كده أخدت التغيير، وبصراحة شريف كان على قد الحدث وفعلا لعب زي ما أنا كنت عايز بالظبط، كان بيساعد في العمليه الدفاعيه كمان كويس جدا، انه كان بينزل يمسك نمره 7 عندهم، دي كانت واجباته وانا مديها له، ولما اتشل نمره 7 عندهم عن طريق شريف هم خطورتهم انتهت تماما في الشوط الثاني، وفي نفس الوقت شريف كان بيتحرك كمان في ظهر المدافعين كويس قوي وقدر ان هو يساعدنا في ان احنا نخلق هجمات مرتده سريعه، كنا ممكن نجيب اجوان اكتر من كده كمان. التدوير بيبقى الغرض منه راحه اللعيبه مع الماتشات المتلاحقه اللي احنا بنلعبها، عشان انا عايز احافظ على الفرقه قدر الامكان. احنا شفنا النهارده كمان كريم غالبا اتصاب، ما نعرفش هيحصل ايه، فبنضطر ان احنا نعمل تغيير عشان نقدر ان احنا نستمر باللعيبه ما يحصلش اي اصابات، لان مع ضغط الماتشات وفي نفس الوقت مع الكوره اللي احنا بنلعبها اللي فيها ضغط عالي فيها جري كتير ممكن يحصل ده يسبب اصابات كتير، فعشان كده بنحاول نحافظ على اللعيبه، عشان كده بحاول اغير، لكن انا ما اقدرش اقول لحضرتك الماتش الجاي انا هثبت التشكيل ولا هلعب نفس الناس ولا هغير، ما اقدرش اعرف ما اقدرش اقول لك دلوقتي. اعتقد ان استاد القاهره يعتبر من افضل، ما كانش افضل ملعب في مصر كلها، انا طبعا لسه ما شفتش كل الملاعب في مصر، لكن اعتقد ان ده هتبقى افضل ملعب، وبالتاكيد اتمنى ان انا اقعد على الملعب ده كتير، واتمنى العب كل ماتشاتي عليه، وان شاء الله الاداره هتساعدني، وهم وعدوني ان هم ان شاء الله هيحاولوا يبذلوا كل شيء عشان خاطر نلعب اغلب ماتشاتنا على استاد القاهره، لان اي مدرب عايز يساعد، انا عايز اساعد لاعيبتي، عايز اساعد لاعيبتي ان هم يقدموا احسن كوره، واستاد القاهره هو افضل ملعب لاعيبتي تقدر تلعب عليه، وانا بدعمهم بالملعب ده، فانا طبعا اي مدرب يحلم ان هو يلعب على استاد بالعظمه دي كل مباراه، وان شاء الله ده يتحقق. Ja, absolut. Das ist, also Siege sind das Wichtigste. Wenn man gewinnt, dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass das nicht so schlecht ist, was man erzählt. Und die Spieler hören zu, wollen sich weiterentwickeln, setzen es um. Und wenn wir dann eben so einen Sieg herstellen können,
dann ist das fürs Gesamte extrem wichtiger. السؤال كان بخصوص ان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب ماتشين صعبين، الاختبارات الصعبه كلها بيراميدز والزمالك قدر الاهلي يعديها، فهل ده بيدي ثقه للفريق؟ هو بيقول طبعا اكيد. الاهم حاجه المكسب، المكسب بيساعدك ان انت تتقدم، ان انت تتحسن، بيبقى رساله قويه للعيبه ان الافكار اللي احنا بنقولها افكار صح، ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. المكسب بيديك دايما ان انت ماشي على الطريق الصحيح، واللعيبه انا ما اقدرش انكر اللعيبه بتحاول تطبق كل فكري في كل مباراه، بيبذلوا مجهود كبير جدا في التدريب في كل وقت ان هم يطبقوا كل حاجه. اكيد المكسب كويس، مكسب حلو، المكسب بيساعدنا كمان ان احنا نطبق اكتر ونتحسن اكتر. طول ما احنا بنكسب بيبقى طبعا الشغل باريحيه اكتر، وبيطور نقدر نطور اكتر واكتر. شوف يعني هو ده طبعا احنا بنتكلم على ماتش بيراميد اللي كان قبل امبي النهارده. هو كرر نفس الكلام، يعني كلامه النهارده بيقول لك ايه، الفريق منظم، التنظيم جيد، ما تعرضناش لخطوره، لاننا نتيجه التنظيم الجيد دفاعيا، زود عليها انك اصبر لحد ما تجيلك الفرصه. الماتش اللي فاتت انت جبت اهداف مبكره شويه. هو عنده اسلوب وابتدت الفرقه تتشبع بيه. ايوه فالاسلوب يعني حتى لما بيسالوا يا استاذ ابراهيم ده سؤال برضه، انا مش مع الاسئله المستمره اللي بقت كلاشيهات. امتى هنشوفك بتثبت الفريق؟ تثبيت الفريق يا استاذ ابراهيم ليس غايه ولكنه وسيله، احد وسائل تقديم العروض والانسجام اللاعبين، تثبيت التشكيل. ولكن لما يكون بيجيلك لحظة أحد الوسائل للحفاظ على اللاعبين اللي هم، أنت شفت الإصابات، وكنت لسه بتسألني تعليلك إيه للإصابات الكتير، واتفقنا إحنا الاتنين إن لعيبة الأهلي بيتعرضوا للعنف والإرهاق والضغط أكتر من أي فرقة، ولا توجد حماية ليهم. وأنا قلت قبل كده إن الصفارة بتاعت الحكم في مصر بتساعد على سلوك خاطئ عند اللعيبه المصريين، انه ما بيتحاسبوش على حاجات لما يروحوا يلعبوا مع المنتخب بره بيتحاسبوا عليها. فلعيبه الاهلي فعلا بيتعرضوا لهذه الضغوط. هو النهارده يرى ان انا عايز اوصل ان التنظيم هو الاساس، وان انا لما بريح اللعيبه خايف عليها من الاصابات الكتير اللي بتعرض لها، وعايز لعيبتي تستحملني طول الموسم. دي وجهة نظر وهو شايفها، واحنا كنا بنطالب بيها موسيماني الموسم الماضي. دايما احنا بنسأل السؤال اللي مش لاقيين له ترجمة، مش إجابة، هو إجابته معروفة لكن ملوش ترجمة في الملعب. إيه اللي ناقصنا النهارده في الملعب؟ نسأل السؤال بتاعه. هو أنت ليه مش بتعمل روتيشن لما يكون مثبت التشكيل؟ لما يكون بيغير كتير، هو أنت ليه مش مثبت التشكيل لما يكون بيعمل روتيشن؟ فدايما هيبقى هذا السؤال موجود. لكن انا رايي نتكلم دايما على الماتش احسن حل، عشان نعرف المدربين بتفكر ازاي، بتوجد حلول للاحداث اللي في المباراه ازاي. ده كلام مهم جدا، اوعدكم ان احنا هنحاول نسال زي ما سال المهندس عدلي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي قادر دايما يطور من نفسه ويتجاوز اي سلبيات وينطلق ويقلع قفشه الفانيلا ويحطها فوق راسه ويقول لجمهور الاهلي انت على راسي. ده استمرار للي حصل في مباراه بيراميدز، الايجابيات اللي كانت في مباراه بيراميدز، وقلنا ابني على اللي بيحصل وقد كان. عشان كده اللي حصل في مباراه بيراميدز، الشيخ طه اسماعيل وصف الاداء التكتيكي للنادي الاهلي بتعبير جديد شويه، الاهلي تحلق بالصبر التكتيكي. نشوف الاهلي وهو بيلعب دفاعيا بيلعب في سمك 30 متر. نعم. لو جبنا لقطات، انا قلت هجيب لي لقطات الاهلي وهو بيدافع وهو عامل كومباكت. نعم. في 30 متر. من اكثر المباريات اللي دفاع الاهلي مصحصح فيها. مفيش مجال. نعم. مفيش بين الخطوط اي حاجه. نعم. 30 متر الفرقه كلها في 30. نعم. متر من الديفنس. هي 16 متر بالظبط، في تقريبا معظم اللعيبه بتوع الفرقتين. مفيش. نعم. اي منفذ. نعم. لكره تلعب ثرو او كره ورا الديفنس اطلاقا.
ولذلك بيراميدز يعني انا مش شايف له فرص، ما فيش اي مجال ان فريق بيراميدز حتى يشوط او يسدد. مهم جدا انك انت في بعض الاوقات لازم لو تلاقي قدرات الفريق اللي قدامك لو فتحت هيلعب حاجات بينيه. نعم. للعيبه المهمه خاصه انه كان مسجل هدف بالظبط. نعم. ولذلك النادي الاهلي لعب وصبر يعني على صبر فكره يعني عنوان اللقاء الصبر. الصبر نعم ده الصبر التكتيكي. نعم. ان انا اصبر على هذا الاداء، وخاصه انا سجلت هدف وبعدين سجلت هدف ثاني وهكذا، فانا متقدم وانا مش محتاج ان انا افتح. انا شايف النادي الاهلي عمل مباراه كبيره جدا. نعم. وقدرت ان انا استغل المساحات. نعم. واسجل ثلاث اهداف، اعتقد نتيجه حلوه للنادي الاهلي ارجو انه يبني عليها في المباريات اللي جايه، واللعيبه تحس بقيمه العطاء والجهد. نعم. والحده البدنيه والشراسه في الاداء سواء دفاعيا او هجوميا، اعتقد دي كلها مكاسب للنادي الاهلي. شوف حاجه يعني مفارقه ان الكابتن طه بيتكلم على الصبر التكتيكي. ان الخطوط مندمجه والصبر التكتيكي ما اداش ثغرات كتيره وما عرضش مرمى الاهلي للخطوره. يتكرر الامر النهارده، مفيش حاجه للصدفه، ده تدريب. ويطلع كولر المره دي هو اللي يتحدث عن الصبر التكتيكي. قلت لهم العبوا كرروا الجمل والعبوها مره واثنين ثلاثه لحد ما تتقالوا فرص. وده شيء يعني بيدل على ان مش بس ما هو انت ممكن المدرب يقول واللعيبه ما تسمعش الكلام. او اللعيبه ما عندهاش الصبر، او اللعيبه ما تلتزمش وتلعب فردي. لكن انك تستغل المهاره الفرديه بشكل جماعي ده احسن شيء بتطلبه في كره القدم. واحسن حد استغل المهاره الفرديه في فض المواقف المشتبكه الداهيه وليد صلاح الدين. نشوف. اولا مباراه كبيره. اتفضل. عايز اقول ان الاهلي ابتدى بضغط عالي. نعم. ودي حاجة تحسب لمستر كولر. نعم. في الدقيقة 4 تحديدا ضغط بشكل كويس جدا واستخلص الكورة. النادي الأهلي اشتغل بشكل كويس. نعم. مباراة فعلا كبيرة وثقيلة تكتيكيا. ده صحيح. نعم. النادي الأهلي بصراحة الدرس النهارده المستفاد هو جدية لعيبة النادي الأهلي. يعني أيمن بذكاء. نعم. شديد سأل الكابتن سيد عبد الحفيظ على إن جمهور النادي الأهلي ممكن ما يزعلش من النتائج لأن. نعم. دي وردة زي ما الكابتن سيد قال، لكن يزعل جدا من الأداء. النهارده جدية لعيبة النادي الأهلي، جدية محمد هاني إنه عايز يقول إن ربنا يرجع أكرم بالسلامة بس أنا موجود. صحيح. الجدية دي زائد ممكن نقطة تانية يحط نفسه مكان في المنتخب. بالظبط. زائد. نعم. نقطة تانية يا كابتن مهمة معلش برضه. ثبت التشكيل. نعم. ثبت التشكيل انت بكل الروتيشن اللي بتعمل. نعم. الاصابات كتير جدا. ده صحيح. يعني اصابات النادي الاهلي احمد عبد القادر وكان طاير محمد طاير واكرم توفيق الاصابات كده كده كتير. نعم. لا ثبت الفرقه وخلي التغييرات تبقى في اضيق الحدود. نعم. علشان لما تثبت الفرقه هيحصل فيه تجانس هيحصل فيه اداء كويس. يعني نفس الشيء هو بيقول كولر بدا بضغط. خلي بالك الفرقه اللي تقدر تضغط على الفريق اللي قدامها بتخليه يؤدي بالاسلوب اللي هي عايزاه. ما بقاش انا رد الفعل، ولكن انا الفعل اللي بيؤدي الى ان الفرقه اللي قدامي تبقى رد فعل ليا انا. انا اللي بسوق الفرقه تكتيكيا في الاتجاه اللي انا عايزه. فاسلوب الضغط بتاع النادي الاهلي في هذه المباراه سبت الاستحواذ انقل بالعرض زي ما كان الاهلي بينقل وما مش عارف يخلص ماتشات. فطبعا ده راي وليد. بس وليد طلب الطلب اللي هو ساعات بيقول له ايه بقى ثابت التشكيل. رجعنا تاني هو تثبيت التشكيل ولا التدوير؟ وهنا ما تخلينا نسيبها بقى بما ان في انقسام فيها ما نسيبها للمدرب. نسيبها للمدرب او نسيبها للصقر احمد حسن يقول رايه. استغل يعني النادي الاهلي استغل ان هي المباراه لما بتجي لك فرص لازم تستغلها. نعم. النادي الاهلي استغل وقلنا ان احد اهم الاسلحه هي التسديد. نعم. تسديد حصل ان عمرو السوليه استفاد. انما النادي الاهلي منظم زي ما انت قلت ان تركيزه افضل بكتير. نعم ده صحيح. النادي الاهلي ادى اداء جيد بس قدر يستغل الفرص ويترجمها لاهداف. نعم. النادي الاهلي اعتمد في وقت من الاوقات على جماعيه الفريق. كان اي نتيجة غير دي بالنسبة للنادي الأهلي كانت هتصعب الأمور بالنسبة للنادي الأهلي. نعم. تعادل أو خسارة كانت هتبقى أزمة. وكانت تعمل مشكلة بالنسبة للنادي الأهلي في مشوار بالنسبة للدوري الممتاز. نعم. لما مكسب النهارده النادي الأهلي عدة مكاسب. نعم. بالنسبة للنادي الأهلي
اولا هو بيبعد بيراميدز على المنافسه، اولا هو بيركب الجدول تاني من جديد. نتيجه كمان كبيره تساعد للفتره اللي جايه ان يشتغل بشكل افضل بالنسبه للنادي الاهلي. انما تكتيكيا كولر عمل مباراه جيده. نعم. تغييرات طبعا فيها موفقه، ان اللعيبه اللي نزلت كمان ادت بشكل كويس، ورجوع احمد عبد القادر كمان الناحيه الشمال هيفرق بشكل كبير طبعا. نعم. فانا اعتقد ان مباراه مهمه ومباراه جيده جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وفوز مهم بالنسبه للنادي الاهلي. خلاص، بس انا عايز اعلق تعليق تاني ملوش دعوه بكلام الكابتن احمد حسن. ناس كتير جدا بتلوم كابتن احمد شناوي ازاي كوره السلاية دي تبقى من هذه المسافة وتخش فيك. أولا شوطة قوية جدا جدا جدا، وهي مش مبغتة عشان في الزحمة، لأن مين كان يتخيل إن في قرازة كده هيتاخد. الكرة دي يا كابتن إبراهيم، بما إن بنتكلم عن الصقر، بتفكرني بجول الصقر في جنوب أفريقيا، في بوركينا فاسو. تبان الكرة سهلة ولكن مسارها خادع، مسار الكرة في الهواء خادع لحارس المرمى، فتوقيت طلوعه مش منسجم مع المسار المنظم للكوره. هي مش كوره مسارها منتظم 100%. ف يعني هنا اذكر الصقر بالخير واشكر السلية بالخير انه قلد الصقر. طيب، من الاراء المهمه الحقيقه دايما راي الكابتن ضياء السيد، نشوفه. كولر مدرب كبير اشتغل على الفرقه اللي قدامه بشكل كويس وغير. في ناس تقول لك النادي الاهلي ما يرجعش يدافع، النادي الاهلي يرجع يدافع، يرجع يدافع، يرجع يدافع، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. طبعا يرجع بيشتغل على الماتش على الفرقه اللي قدامه. اكتر حاجه بتضايق الفرق الكبيره اهلي والزمالك لما الفرق الصغيره بترجع وبتضيق لك المساحات وتبقى يعني شوف تحرك النهارده شادي بيراميدز، انت هتطلع تهاجم من قدام، هم عندهم لعيبه كوره بيعرفوا يطلعوا بكوره، بيعرفوا يطلعوا بكوره، هيعرفوا يضربوا اربع خمس لعيبه بسهوله، واللي هيعمل بعد كده من نص الملعب كده هيلاقي مساحات، وهيلاقي لما يلاقي 30 متر و20 متر يجري فيهم عكس متر و10 متر و5 متر. طبعا فالنادي الاهلي لعب بشكل كويس جدا، بشكل للجيم ده عمله كويس وخد اللي هو عايزه ومكسب كبير يعني. يعني الكل اجمع على الاشاده بكولر وتفكيره وتاثيره على التنظيم اللي في الملعب، ويعني انك تاخد اللي انت عايزه من المباراه. شوف لما بتلعب مع الفرق الصغيره زي ما قال الكابتن ضياء بيبقوا مكومين في 10 15 متر بتخلق لك صعوبات، لكن بتؤدي الى انك انت بتبقى انت المستحوذ. طب ما هو الفرقه الكبيره هتعمل ايه؟ هتهاجمك. هتلعبها ازاي؟ هتلعبها بالتكتيك. انا هرجعك للماتشات بتاع السنه اللي فاتت. افتكر الماتش الاول الراوند الاولاني احنا كسبنا برضو 3 كويس؟ وخدنا من الماتش اللي احنا عايزينه. كان وماتش الكاس نفس الشيء. مع بيراميدز. كان سامي مصان هو اللي بيديره. وبعد كده لما هم لعبوا معانا بتنظيم دفاعي وسابوا لنا الاستحواذ قدروا يخلقوا المساحات عندنا. اصعب معادله انك انت تقدر تتقي الهجوم وتباغت بالهجوم. يعني تتقي الهجوم اللي عليك وتباغت بالهجوم، دي عايزه ايه بقى؟ عايزه فرقه يعني منضبطه جدا و جهاز فني مسيطر فنيا على فرقته. ده كلام مهم جدا، لكن الحقيقه كانت الخاتمه في العرض لاداء الاهلي قدام بيراميدز لمحمد شبان. النادي الاهلي النهارده عمل مباراه ولا اجمل ولا احلى، ولا جابوا لسه صفقات ولا عملوا اتفاقات ولا كل القصه، ان اللعيبه اشتغلت في الملعب بطريقة فيها جدية، فيها إصرار، فيها تحمل مسؤولية. النهاردة كولر اشتغل بطريقة فيها يعني عملي، عارف انت الراجل العملي، بنفس الطريقة دي اللي هو انت بتلعب مباراة عملية مش مباراة فنية، وده المطلوب ببعض ايه في بعض الاحيان. سيبك من الثلاث نقط، وسيبك انه تصدر الدوري والزمالك كان خسران، سيبك من ده كله، انما هو فوز معنوي
في المقام الاول، فوز معنوي في المقام الاول. الاهلي اللي داخل على معمعه كبيره جدا الفتره الجايه، سواء على مستوى كاس العالم للانديه او دوري ابطال افريقيا او الدوري المصري البطولات المحليه وكمان كاس مصر. فالموضوع بالنسبه للاهلي كان فوز مهم جدا جدا. عارف انت لما يعني تبقى مخنوق وبعدين فجاه تسمع خبر سعيد او تعمل حاجه ايجابيه فتعمل كده، يا سلام. هو كده الاهلي النهارده عمل كده، خد نفس عميق جدا وطلعه وهو مرتاح بعد هذا الانتصار الكبير. خد نفس عميق شهيق وزفير باريحيه، هو وصف اللي حصل. والحقيقه والمباراه دي جت في ميعادها صحيح، لانها كانت التعويض الوحيد عن اخفاقات في ماتشات ما كان ينبغي ان تفقد فيها نقاط. فعليك ان تعوض مع الفرق اللي بتلحقك بقى. فيعني كانت مباراه ايجابياتها كتيره جدا، يمكن جزء من ايجابياتها اترجم في مباراه انبي النهارده. ده صحيح. بالمناسبه على السوشيال ميديا لقطه فيديو لكوره سامسون لاعب الزمالك اللي اتحسبت كورنر، هنشوف يعني. هي طبعا ما عندناش حقوق علشان نعرضها فيديو، لكن سامسون بعديها امام عاشور ودونجا الاثنين بيزعقوا له اقع اقع اقع. ده في يعني اللي هيشوف اللقطه دي فيديو على السوشيال ميديا هيشوفهم وهم بيزعقوا له اقع، ليه ما وقعتش اهو اقع. ده لانه كانت عايز ياخد ضربه جزاء وخلاص، برغم ان الكره اصلا اتحسبت كورنر وما هياش كورنر. ما هم عارفين الكورنر هيجي جول، بس الاقع ضربه جزاء. اقع اقع ديت هتلاقوها موجودة في الفيديو اللي متداول في السوشيال ميديا. بدأنا الحلقة الحقيقة بالإشارة للقطة الجميلة اللي فيها كل المعاني لعلاقة النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب بكل الأندية. شفنا علاقته بالنادي الإسماعيلي ونجوم النادي الإسماعيلي، وشفنا الكابتن عماد سليمان وهو بيحتفل بجواز ابنه محمد بيحرص أنه اللي يكون شهود على عقد القران كابتن محمود الخطيب والكابتن علي ابو جريش. دي حقيقه العلاقه، هي دي طبيعه العلاقه بين نجوم الكره عامه. كمان اخر لقطه الاهلي والاتحاد، كابتن الخطيب اول امبارح حرص على انه يزور مشجع نادي الاتحاد السكندري، مشجع الباسكت اسلام اللي موجود لسه في المستشفى بيعالج. وطمن الكابتن الخطيب من الدكتور محمد شوقي المتابع للموضوع من بدايته على حالة إسلام مع أسرته وسير العلاج وتطور حالته واتمنى له الشفاء. هي دي طبيعة العلاقة بين الأهلي والاتحاد السكندري، علاقة أعتقد يعني الأهلي وزعيم الثغر دايما. تحدثنا كثيرا على أن الموسم كان يبدأ بلقاء تقليدي بين الاتحاد والأهلي. البداية الرسمية لأي موسم تبتدي مباراة ودية بين الأهلي والاتحاد. عشان كده الاتحاد له مكانة في قلب الأهلوية، والأهلي له مكانة كاسحة وشعبية كاسحة في الإسكندرية. وندائي المستمر للإدارة هنا وهناك، اتصرفوا، عايزين هذا التقليد يرجع. إزاي نرجع إن بدايات المواسم تبدأ بين الاتحاد والأهلي؟ لأن ده تقليد. نتمنى ان تبتدي مع كل الانديه، لان الاهلي في المحله علاقات طيبه، الاهلي في المنصوره علاقات طيبه، حتى الاهلي في خط القناه. انت تذهل لما تشوف شعبيه الاهلي في السويس. في السويس والله، في الاسماعيليه، في الاسماعيليه وبورسعيد اكتر كمان. وبورسعيد انما اللي بينتقي بينتقي شويه الغضبانين اللي بيخليهم. وانا بقول للغضبانين دول والله لو فكرتوا شويه هتحبوا الاهلي. على فكرة أنا قلت لكم في البداية وإحنا بنستعرض الظروف دي كلها إنه واحد زي كابتن الخطيب يستحق وسام ضبط النفس وسام الصبر والترفع عن كل التجاوزات والصغائر والصغار. لكن الحقيقة لما تبصوا على تفاصيل اللي بيحصل ده أرفع لأوسمة كمان وسام الشفافية لرئيس النادي الأهلي، لأنه لما كثر القول في الكلام الفارغ الكتير قوي النادي الاهلي هو من بادر،
الى وزاره الشباب والرياضه ووزير الشباب والرياضه ابعت لي لجنه للتحقيق. انا عايزك تيجي تفتش عليا علشان تستبين الموقف المالي للنادي ازاي. حصلت لجان من كل الجهات الرقابيه. انا ليه بقول ده؟ بقول ده علشان لسه الالسنه بتلوك بعض الاشاعات الغريبه جدا برغم شفافيه الموقف. يا عم ما حدش مصدقها. وبرغم انه في ورقتين شهادات دامغه على قد ايه موقف النادي الاهلي فيه من النزاهه والنقاء والسلامه. دي شهاده يا جماعه من النيابه العامه انه لا ثمة عدوان على المال العام في النادي الاهلي. دي شهاده من مكتب النائب العام بعد التفتيش وبعد ما تبين كل الامور. عشان كده اي حد يتجرأ على النادي الاهلي ومجلس ادارته بكلمه يبص للورقه ديت. واي مشجع اهلاوي الصور ديت يا جماعه لازم تتحفظ عندكم. هي ديت مش شهادات ابراء ذمه لمجلس الاداره، دي شهادات ذمه ابراء ذمه للنادي الاهلي كله بجمهوره باعضائه، انه لما لجان التحقيق رفيعه المستوى تحقق على وضعيه النادي وامواله وتصدر هذه الشهاده انه لا ثمة عدوان على المال العام في النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي وده مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طب لما زادت الكلام اصله الساعات واصله الاموال وخدت كام وعملت كام، كان القرار ايه؟ ان النادي الاهلي بعد التواصل مع الجهات المسؤوله في الدوله عمل بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر، هذا الصندوق السيادي، وتنازل الاهلي عن كل اموال التبرعات والساعات والهدايا النوعيه الى صندوق تحيا مصر. ده البيان اللي طلع من صندوق تحيا مصر، مش بيان النادي الاهلي، لا البيان نفسه اللي طلع وموجود اللي اعلن فيه صندوق تحيا مصر ولسان المتحدث الرسمي بتاعه رسميا انه صندوق تلقى كل ما تلقاه النادي الاهلي من تركي آل الشيخ من اموال وتبرعات وهدايا عينيه، وتم توصيفها وتحديدها بالاسم وبالتفاصيل. بقول لكم برغم وضوح الموقف وبرغم سلامة الورق واللي موجود عند كل الناس، لسه الناس بتردد الكلام ده كله. لكن هيبقى النادي الاهلي دائما مضرب المثل الحقيقي في النزاهة والأمانة والمسؤولية. إذا كان الخطيب يستحق وسام الترفع والشفافية، فالنادي الاهلي يستحق كل الأوسمة في الحرص على المال العام، الحرص على سلامة الموقف، الحرص على النزاهة المطلقة. محدش يقدر يدوس للنادي الاهلي على طرف ولا يناوئ معاه في كلمة في كل ده. الاهلي ما بيحاسبش اي حد وما بيتكلمش على اي اندية اخرى شقيقة، لكن طبيعة العلاقة شفنا طبيعة علاقة الاهلي مع الاسماعيلي ونجومه، شفنا طبيعة العلاقة بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري يا باشمهندس، ودي علاقات ممتدة دايما. يعني لو تحدثنا عن العلاقات بيننا وبين الاتحاد السكندري التاريخ سيحكي قصص كثيرة. لكن احنا مش عايزين التاريخ بس اللي يحكي، عايزين الحاضر يعني يحيي كل الأحداث التي كانت تؤدي إلى ذكاء الروح الرياضية، بدل ما احنا عايشين في الجو اللي احنا شايفينه ده كله تحريض تحريض تحريض. عايزين نبتدي نحيي التقاليد الجميلة بين الأندية وبعضها. الأهل ما وصلش لهذه الدرجة من النزاهة والسلامة والأمانة والشفافية مع مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب في 2022-2023 إلا لأنه عبر تاريخه كانت هناك الكثير من الشموع الحمراء. علي باشا الشمسي واحد من اللي أضاءوا مسيرة النادي الأهلي عبر تاريخه. نشوف هذا التقرير. يعد علي باشا الشمسي من أبرز رجال الحركة الوطنية والاقتصاد والإدارة والتربية والمستقبليات، ويعتبر اسما ترك بصمته في تاريخ النادي الأهلي، حيث كان أحد وزراء المعارف
الذين ترأسوا الجمعية العمومية للنادي الأهلي بمقتضى وظيفته. علي باشا الشمسي من مواليد عام 1885، ينتمي إلى أسرة شهيرة في إقليم الشرقية كانت تشتغل بالتجارة وتملك الأراضي، وكان والده أمين الشمسي تاجر أقطان من الذين ساندوا الزعيم أحمد عرابي في ثورته، وتم إيذاؤهم بسبب هذا وتحملوا الأذى في شجاعة وصمود. وسافر علي الشمسي باشا إلى أوروبا وهو في 15 من عمره، وحصل على ليسانس الحقوق من فرنسا، وانتخب عضوا في الجمعية التشريعية عام 1913 حين لم يكن قد بلغ 30 من عمره. ولعل آخر من بقي على قيد الحياة من أعضاء هذه الجمعية إذ عاش بعد نواله عضويته فيها نصف قرن. نفته السلطات الاستعمارية أثناء الحرب العالمية الأولى بسبب ما تردد اتهامه به من ارتباطه بمؤتمر الشباب المصري والحزب الوطني، وقد انضم إلى الوفد المصري بزعامة سعد زغلول بينما كان الوفد لا يزال في أوروبا. كان واسع الاطلاع وجم المعرفة ولبق الحديث، وتولى وزارتي المالية ثم التعليم، واحتفظ لنفسه بشرف أنه لم يتولى الوزارة إلا 4 مرات عمل فيها مع 4 زعماء متميزين جدا هم سعد باشا وعدلي باشا وثروت باشا والنحاس باشا، وهو شرف يكاد ينفرد به بين أقرانه جميعا، كما كان أول سفير مصري إلى عصبة الأمم المتحدة. كما ترأس علي الشمسي باشا مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ليصبح أول رئيس مصري غير بريطاني في البنك الأهلي المصري، كما تولى رئاسة عدد من الشركات والمشروعات الرأسمالية، كما عمل مستشارا لعديد من الشركات وعضوا في مجلس إدارتها، وعرف كاقتصادي بارز ومحنك. كان من أبرز السياسيين القدامى الذين تعاونوا مع ثورة يوليو عام 1952 في الفترة الباقية من حياته، ولم يبخل عليها بنصح أو عمل. وقال عنه عبد العزيز البشري في كتابه الشهير في المرآة إنه مفتول العضلات، وذلك بأنه رياضي حقا، فهو يجيد السباحة وركوب الخيل والملاعبة بالشيش، ولا ينطوي عليه يوم إلا فرض منه قسطا للألعاب الرياضية. وتوفي علي باشا الشمسي في فبراير عام 1962 بعد تاريخ طويل سياسيا ورياضيا. الحقيقة الفقرة دي يا جماعة، يعني فقرة الشموع الحمراء، قد إيه هي بتفسر طبيعة تكوين هذا النادي العظيم، لأنه عظمته من عظمة قياداته ورموزه المؤسسين. شوفوا الناس ديت كانت على أي مستوى من العلم والثقافة والنبل والوطنية والانتماء والمكانة والمكانة الاجتماعية والسياسية. ده نادي نشأ، ما أنا قلت لكم عبقرية النادي الأهلي الحقيقية، أنشأه النبلاء وتلقفه عامة الشعب. فعلا نادي يسكن وجدان العامة من كل أبناء الوطن، علية القوم والبسطاء والوسطاء. لكن النشأة كانت في طبيعتها على أيدي هؤلاء الوطنيين الساسة النبلاء جدا اللي آمنوا بالفكرة وأنشأوها، ولذلك ظلت هذه الفكرة حية نابضة حتى اليوم. يجمع بينهم خط واحد أنهم كلهم كانوا يعني وطنيين ورياضيين وقيادات في النادي الأهلي. فالخلطة السحرية دي هي عملت هذا المكون. لما يقول نادي الوطنية، هو يعني مش ما اداش نفسه هذا، انما النسيج بتاع انشاء النادي الاهلي والذين تعاقبوا عليه من هذا المنظور ومن كم القيم والتقاليد الراسخة اللي ادوها البعض، وكلهم بسم الله ما شاء الله كلهم كانوا من قيادات البلد السياسية. ده النادي الأهلي ودي الشموع الحمراء، وعبر تاريخه كانت الشاهدة والراصدة لمسيرة الأهلي إعلاميا دائما. مجلتنا اليوم من 40 سنة، اليوم صدر العدد الجديد من مجلة الأهلي بيستقبل العام الجديد
2023 بالثلاثة ابتهاجا بالفوز الكبير للنادي الأهلي على بيراميدز وانتصارات الأهلي مع بداية العام الجديد ودلالات ده في السنة الجديدة مع البوستر اللي هو نتيجة السنة الجديدة مع نجوم النادي الأهلي. الحقيقة من ضمن مقالات المجلة مقالة للأستاذ حامد عز الدين: ليت كل منافسينا بيراميدز، وفي الإشارة إلى أنه ليت كل المنافسين بيراميدز، وبيتكلم على أنه بيراميدز لما بادر أنه يدفع الفلوس ويجيب حكم أجنبي كانت العدالة حاضرة في الملعب، اعطني حكما أجنبيا عادلا غير مؤثر عليه أعطيك فوزا بالثلاثة. هو ده النادي الأهلي بعيدا عن كل اللي بيتقال، ده كان مستوى النادي الأهلي في هذه المباراة، وده كان عدد المجلة اليوم. فماذا كانت المجلة من 40 سنة؟ مجلتنا من 40 سنة وتحديدا في عددها رقم 462 والصادر في 22 من ربيع الأول عام 1403 هجرية الموافق 6 يناير لعام 1983 كان مثيرا وثمينا، حيث جاء قبل مباراة القمة أمام الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز. كان العنوان الرئيسي للمجلة بإذن الله الفوز للأهلي بروح الفانيلة الحمراء ورجولة لاعبيه ووعي جماهيره. لاعبو الأهلي مصممون على تحقيق الفوز رقم 18 على الزمالك. وكشفت المجلة بأن محمود الخطيب نجم الفريق سيقود هجوم الأهلي في اللقاء بعد أن نشرت صحيفة الجمهورية خبرا غير صحيح بإصابة الخطيب بشد عضلي، والصحيح أنه سليم تماما وأدى مران الفريق القومي بالكامل وبشهادة الكابتن الوحش مدير الفرق القومية أحسن من سدد على المرمى. كما زفت المجلة خبرا سعيدا لعشاقها بتنظيم النادي الأهلي رحلة لجمهوره إلى دمياط يوم الاثنين القادم لمشاهدة أولى مباريات الفريق في الدور الثاني للدور العام أمام غزل دمياط، وسيبدأ حجز الرحلة يوم السبت بالنادي. كما أبرزت المجلة في صفحتها الأولى الفوز الساحق لأنسات الأهلي للكرة الطائرة على نادي الزمالك. وفي صفحاتها الداخلية وتحديدا الثامنة رصدت المجلة هدافين نادي الأهلي الحاليين في مباراة الزمالك، وتصدر الترتيب المجري مصطفى عبده وجاء في المركز الأول برصيد 5 أهداف. كما أبرزت المجلة أن الأهلي تفوق على الزمالك بنتيجة 17-9 في لقاء القمة في الدوري في 25 عاما. وفي الصفحة الأخيرة نشر الفنان رمسيس كاريكاتير عن المباراة بين الأهلي والزمالك. كما كتب نجم الأهلي السابق حلمي أبو المعاطي في أسبوعيات الأهلي تحليلا للمباراة مؤكدا أن الأهلي هو الأجهز والأفضل وأن التوفيق من عند الله. يعني فقرة مجلتنا خلال 40 سنة والله أنا بترجعني الذكريات، وهي عملية بترصد تاريخ محدد من السبعينات حتى اليوم. أيوة. بتكتشف وكأنك تعيش اليوم أحداث الماضي، أو كأنك تستشرف المستقبل في الماضي. من الماضي كان يستشرف المستقبل. نفس الاسلوب، نفس الكلام، نفس الامنيات، نفس الالتزام، نفس الانطباع اللي بتاخده عن فرقتك، والانضباط والرصانة في تداول الامور. يعني الواحد ساعة ما بيشوف احيانا الفوضى الاعلامية اللي احنا عايشينها والتراشق اللي احنا عايشينه، يعني كنا مجلة لوحدينا، وما كان يوما في تجاوز على صفحات المجلة. نفس الشيء لو تذكر قناة الأهلي والبرنامج بتاعنا ده، عمرنا ما قلنا كلمة زمالك، كلمة زمالك على مدى
السنين دي كلها واحنا ما كانش فيه برامج مرادفه. ايوه. ولذلك احنا بنبذل مجهود جامد جدا الا نستدرج كرد فعل للعمليه الايه الاستفزاز المستمره اللي بيتعرض لها النادي الاهلي. لكن لما بتقرا الرصد ده بيدي لك يعني تفسير، بيدي لك دعم، دعم لا خلينا على اللي احنا ماشيين فيه، لان الاهلي طول عمره منذ نشاه اعلامه وهو واخد هذا الخط المتوازن الموزون الرصين. هذا هو الاهلي وهذه هي انتصاراته وجماهيره. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.